بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم مع برنامج الأهلي في رمضان. برنامج له طبيعة خاصة يتيح لنا أن نتناول فيه بعض القضايا الخاصة اللي مش بتجد حيز كافي لمناقشتها. وأعتقد النهاردة عندنا ثلاث قضايا هامة سيتم مناقشتها بإذن الله مع الزميل إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد رمضاني جديد معكم والأهلي في رمضان. زي ما المهندس عدلي قال، الأمسيات الرمضانية فرصة لالتقاط الأنفاس ومراجعة الأفكار، وأعتقد الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة حافلة كثيرا بقضايا مهمة جدا كان البعض متناسيها، أو يمكن الصراع بتاع النقطة والمباريات والدوشة الكتيرة في الملاعب كانت بتخلينا شوية مش واخدين بالنا من قضايا مهمة جدا وصلت إلى درجة التأثير على أرواح اللعيبة. أحمد رفعت لاعب فيوتشر الحمد لله باشمهندس تعافى واسترد وعيه بنسبة كبيرة جدا، وبقي بس بعض التبعات سواء ما يتم التعامل فيها مع الكلى أو مع الرئة، إن شاء الله ربنا يتم له عاجل الشفاء. لكن قضية الصحة في الملاعب وأرواح اللاعبين، قضية كمان المنشطات وخطورتها على ملاعبنا، وأعتقد كتير من القضايا المهمة اللي واجب أستاذ إبراهيم في النقطة دي أنا مش بقطعك لكن بأكد يجب مناقشة ثلاثة أمور هامة جدا يا أستاذ إبراهيم. في مقدمتها إحنا متجاهلين موضوع المنشطات. أيوه. والمنشطات لها تأثير خطير جدا على شبابنا. أيوه. سواء اللي بيروحوا الجيم أو اللي بيلعبوا في صحيح. رياضات يعني فيها مجهود منفسة. مضاعف أو عنف، ولا ينبغي إن إحنا نناقش الأمور بمواراة. عايز صراحة الموضوع مهم وكبير. كمان في قضية تانية أستاذ إبراهيم. أيوه. وهي ليها علاقة بالسلامة المالية، أولا قضية غسيل الأموال، ثانيا المراهنات. المراهنات خطر حقيقي، يعني وراء ستار كده كنا بنظن إن هو ستار الحقيقة، لكن واضح جدا إنه موجود على السطح بفاعلية شديدة جدا وبتأثير كبير. ومعرفش الاتحاد المصري لكرة القدم والقائمين على اللعبة ساكتين ليه، ده برضه جزئية من اللي هنناقشها النهاردة. كمان أعتقد قضية المنتخب الوطني واستعداده لهذه الدورة الودية اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله تعالى مع نيوزيلندا، مصر ونيوزيلندا بكرة الساعة 10 مساء إن شاء الله مساء الجمعة، وافتتاح بطولة عاصمة مصر في استاد مصر في العاصمة الإدارية يا باشمهندس. يعني طبعا ده حدث بيفرض نفسه، لأن كل الجماهير المصرية تترقب التجربة الأولى للجهاز الوطني الجديد بقيادة الكابتن حسام وحسن وابراهيم حسن، وتنتظر تشوف حاجة بإذن الله تطمئنها على القادم. ولكن أستاذ إبراهيم، القضايا الثلاث اللي احنا أشرنا إليها صدقوني الكرة المصرية ليست بمنأى عن التأثر بالقضايا دي، فعايزة مواجهة صريحة من أعلى المستويات وفتح هذه الملفات بدرجة عالية من الاهتمامات. هيكون معانا في الجزء الثاني من حلقة الليلة اثنين من أصحاب الرأي المهم الحقيقة، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر والناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، ومن المؤكد أن احنا هنغوص معهما في كثير من هذه التفاصيل. لكن عايز أقول لكم أنه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يحل الآن ضيف شرف على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، اللي بيحضروا نخبة من خبراء الرياضة المتخصصين، وده في الملتقى الرياضي الرمضاني بنسخته الخامسة تحت شعار شباب طامح رياضة مستدامة، بمقر نادي الشارقة في منطقة الرمثاء، وده برعاية مجلس الشارقة الرياضة وبالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، بهدف التعرف على أفضل المواصفات الفنية والذهنية على مستوى العالم لاستكشاف المزيد من العناصر التي يمكنها تطوير رياضات الدفاع عن النفس. بيشارك في المؤتمر كل من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي وهو بطل العالم السابق في الكاراتيه، وتضمن الملتقى الرمضاني عدة محاور فيها الاطلاع على تجربة النادي الأهلي المصري في استكشاف وتطوير لاعبي رياضات الدفاع عن النفس والوصول بهم لمنصات التتويج الدولية،
الملتقى ايضا بيسلط الضوء على تجربه النادي الاهلي اللي ساهمت في صناعه ابطال عالميين وتحقيق شعبيه كبيره لممارسه هذه الرياضات في الدفاع عن النفس سواء في مصر او في الوطن العربي يا باشمهندس، فضلا عن التعرف على التجارب المتطوره في استكشاف اللاعبين وتطوير مواهبهم واهميه الاستدامه في الحفاظ عليهم، وايضا العناصر المطلوب توافرها لاستثمار طاقات الشباب رياضيا وذهنيا. تجربه رائده للنادي الاهلي وممثل للنادي بطل عالم سابق. استاذ ابراهيم، اهميه هذا الخبر تكمن في انها بتشاور لنا بوضوح ان المكانه التي يصل اليها النادي الاهلي ليست بضربه حظ او مجامله او بشكل عشوائي، ولكن لانه زاخر بالكوادر والنماذج الرياضيه الرائده والقياديه الملهمه كل في مكانه، وانه معنى كده ان الاهلي يطمئن الى مستقبله عندما يجد ان الكوادر الشابه تجد اهتمام من المحيط الاقليمي بتاعها انها تدرس تجاربه وتدرس. احنا معانا على الهاتف من الامارات يا باشمهندس الاستاذ احمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس اداره نادي الشارقه لرياضات الدفاع عن النفس. استاذ احمد اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. في البدايه حاب اني امسي عليكم وعلى اخوان المستمعين والمشاهدين وعليكم انتم كقامه اعلاميه وكقامه رياضيه، وكل عام وانتم بخير ومبروك عليكم شهر رمضان المبارك. شكرا جزيلا استاذ احمد، ويا ريت تحطنا في الصوره حوالين ابعاد هذا الملتقى وايه الاهداف اللي بتتحقق من خلاله. الحمد لله رب العالمين. اليوم الملتقى الرمضاني اللي كان تحت شعار شباب طامح رياضه مستدامه، واليوم احنا في دوله الامارات ولله الحمد الامور اللي فيها الاستدامه هي الامور اللي هي تستمر في الحياه وخاصه في المجال الرياضي. اليوم طلعنا بمخرجات جميله صراحه من خلال المتحدثين، نحن اليوم جمعنا مجموعه من الابطال ومن ذو خبره عاليه في رياضات الدفاع عن النفس، وخرجنا بمخرجات جميله وخاصه يعني هي تشجيع الشباب على المشاركه في جميع الاحتفالات وجميع المناسبات الرياضيه، ومن خلال تطوير مهاراتهم سواء الفنيه او الرياضيه وتعزيز الروح الرياضيه وبناء القياده وتعزيز الصحه النفسيه وتعزيز الوعي الثقافي اليوم، وهذا شيء مهم خاصة في المجتمع بشكل عام. أستاذ أحمد، ماذا مثل مشاركة كادر شاب بطل سابق مسؤول حالي على أعلى مستوى في النادي الأهلي في هذا الملتقى، وماذا قدم لهذا الملتقى؟ اليوم سعادة الدكتور كان موجود عندنا خاصة البارحة، هذا ترى على فكرة ترى هذا ابننا، هذا مواليد دولة الإمارات ومن إمارة الشارقة بعد، يعني الحمد لله الخبرة اللي كانت موجودة عنده والأمور الفنية والأمور الإدارية يعني كانت جميلة، وخاصة يوم الواحد يعني يتكلم عن خبرة ويتكلم عن أشياء واقعية صارت له من البدايه لين ما وصل ما شاء الله بطل وعضو في نادي مثل يعني نادي الاهلي العريق على مستوى العالم. كانت يعني تجربه جميله استفاد منها، انا اول شيء استفدت صراحه ومن غير اسره النادي ولاعبين النادي والجمهور اللي كان موجود، وخاصه يعني هذا كان نقل من خلال الوسائل الاعلاميه على مستوى دوله الامارات. هل ممكن يا فندم ان يسفر هذا الملتقى وهذا التمثيل من النادي الاهلي الى نوع من التعاون المستقبلي اللي نتطلع عليه جميعا، وفي في شكل من الاشكال يعني يعود بالفائده على كل الاطراف؟ اول شيء نحن اهلاويه. والشيء الثاني يعني تعرف استاذي اليوم هذا التعاون الحمد لله قائم ولله الحمد. اليوم نحن لا نتكلم عن نادي ولا نتكلم عن دول ولله الحمد، بين الامارات وبين النصر ونحن بين اهلنا صراحه.
نحن ان شاء الله احنا ناويين نحن نعمل حلقات مشتركه متبادله بين النادي الاهلي العريق وبين نادي الشارقه لرياضات الدفاع عن النفس، ونحن نتشرف صراحه. يعني اهلا بكم، ونتطلع الى مثل هذا التعاون اللي هو بيدعم العلاقات الحيه الشبابيه ممكن امتنا العربيه. الحمد لله. استاذ احمد احنا بنشكرك شكرا جزيلا على اولا تنظيم هذا الملتقى المهم وعلى القاء الضوء على تجربه النادي الاهلي كنموذج مهم جدا في رياضات الدفاع عن النفس، وانه اللي بيمثل مجلس اداره النادي بطل عالم سابق في الكاراتيه. بنشكركم على هذا المؤتمر سواء في المضمون بتاعه او في حفاوه التقدير للنادي الاهلي. جزاكم الله خير، الشكر موصول لكم وللاخوه يعني الى اداره نادي الاهلي ولكم انتم والى يعني للشعب الرياضي والجمهور الرياضي، وجزاكم الله خير، وهذا التعاون ان شاء الله سوف يكون مستمر باذن الله. شكرا جزيلا للاستاذ احمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس اداره نادي الشارقه لرياضات الدفاع عن النفس. باشمهندس اعتقد ملتقى يعني قيمته في العنوان بتاعه شباب طامح ورياضه مستدامه، فكره الاستدامه دايما الرهان المهم، ازاي تقدر توصل لمستوى تستمر من خلاله وتدوم في هذا التفوق. والله يا ابراهيم انا يعني انا بسعد ان اشوف شباب بيطلع من النادي الاهلي يكون له هذه المكانه وينظر اليه هذه النظره ويستطيع ان يلعب مثل هذه الادوار. أيوة. وانا مستني اشوف تداعيات هذه الزياره وانعكاساتها باذن الله على المستقبل لهذه اللعبه اللي اصبحت صائده للميداليات. أيوة. يعني الكاراتيه والجودو والتايكوندو بالذات الكاراتيه بعد ما ادرجت في الجدول الاولمبي يعني اصبحت لعبه اولمبيه ومتاحه لمصر مكانه. صحيح. يعني الاهتمام بها اصبح يجب ان يتضاعف، وهي لعبه تناسب المصريين والمزاج الشبابي المصري سواء للاولاد او البنات، فيعني باذن الله كل الامل فيما هو قادم وموفق يا مهند باذن الله دائما. كل التوفيق لهذا الملتقى المهم في الشارقه، وزي ما قلت لكم هو ده النادي الاهلي ونموذج النادي الاهلي. اديكم شايفين مش في كره القدم بس ولا حتى في الالعاب الجماعيه، لا ده حتى في لعبه فرديه زي الكاراتيه ورياضات الدفاع عن النفس يبدو نموذج النادي الاهلي ساطعا ومحتفى به لدى الاشقاء في الشارقه. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. برحب بيكم، بالتاكيد برحب بشمهندس عادلي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا ما جاليش فرصه ان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين في الحلقات اللي فاتت. وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل جماهير النادي الاهلي بخير. وزي ما انت قلت يمكن عندنا النهارده العديد من الاخبار متعلقه بمنتخبنا الوطني بكره ان شاء الله وبطوله عاصمه مصر، وبرده العديد من الاخبار متعلقه بكل المنتخبات الوطنيه المشاركه في دوره الالعاب الافريقيه. طيب يلا اتفضل. احنا معاك اهو، قول لنا. مع بعض. يمكن طبعا خلينا نبتدي اخبارنا النهارده، والبدايه هتكون مع بطوله عاصمه مصر او كاس عاصمه مصر. يمكن طبعا على بركه الله منتخب مصر هيبدا مشواره في البطوله الدوليه الوديه غدا بمواجهه منتخب نيوزيلندا في اول ظهور للفراعنه تحت قياده المدير الفني حسام حسن. النهارده كان الاجتماع الفني لمباراه منتخب مصر ونيوزيلندا المقرر لها بكره ان شاء الله في تمام الساعه 10 مساء، واللي طبعا هتقام باستاد مصر بالعاصمه الاداريه الجديده في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم كمان منتخبات العديد من المنتخبات زي كرواتيا وتونس. والاجتماع أسفر على ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت وطبعا الجورب الأسود، وبينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل. وحضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وليد بدر المدير الإداري لمنتخب مصر، وكمان مينا سامح إداري المنتخب طبعا الوطني، وحمادة زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة، وناصر فراج مدير إدارة المسابقات. طبعا خليني يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادل قبل ما طبعا استكمل بقيه اخبارنا النهارده، خليني اسالكم يمكن شايفين طبعا ازاي البطوله دي بطوله عاصمه مصر، وطبعا ظهور منتخبنا الوطني منذ تولي كابتن حسام حسن يعني الاداره او القياده الفنيه، فشايفين طبعا ان شاء الله المنتخب يمكن يظهر ازاي، ورايكم طبعا في البطوله دي بتقام على ارض مصر. اتفضل يا باشمهندس. اولا انا مبسوط بالدوره دي،
دورة محترمة فيها فرق تقيلة كويسة. نحب نلتقي بالمستوى ده. اتنين، فكرة ان تستضيفها العاصمة الإدارية ويطلق عليها اسمها في اول احتكاك حقيقي مهم لملاعب على اعلى مستوى بنوريها للعالم كله من خلال البطولة دي ان عندنا امكانات. لا تقدر، احنا داخلين على القدرة على تنظيم دورات أولمبية وعالمية بإذن الله. الناس تشوف منشآت على أعلى مستوى. المهم بقى نشوف كمان مستوى فني يليق بالحدث ده. الثلاث فرق اللي موجودين فرق تقيلة نقدر نقيس نفسنا عليها بكل صراحة. اختبار يعني مش عايزين برضو يبقى هو ده اللي بنحكم بيه. يعني إذا بإذن الله ربنا وفقنا هنقول بشرة خير وننطلق في التفاؤل. لا قدر الله حصل حاجة ندي فرص. دي أول تجربة لجهاز فني جديد. مش عايزين الناس كلها تبقى متربصة بما يحدث. يعني محدش خالص هيتفق بشكل جماعي على أي اختيارات للمنتخب. عايزين ننحي أنفسنا عن اختيارات المنتخب دلوقتي. مش كل واحد نفسه يلاقي لعيب ما لقاهوش يزعل، او كل واحد يفسر تكدس لعيبه من نادي واحد ان لا ده ضد النادي. لو الناس اختارت نزعل، لو الناس ما اختارتش بنزعل. احنا عايزين ندي الفرصه ونترقب، لان ده مؤكد جهاز فني عايز ينجح وله رؤيه في كل اختياراته. سلا، هي يعني اقامه البطوله في العاصمه الاداريه فجأة بعد ما تعذر إقامتها في دبي حطينا كلنا بالذات اللجنة المنظمة المشرفة على البطولة تحت ضغط شديد. البطولة في شهر رمضان والحضور الجماهيري في رمضان ما هوش أحسن حاجة، عشان كده البطولة في مكان بعيد شوية بالنسبة للعاصمة الإدارية مش مألوف للجماهير. اللجنة المنظمة بتوفر مواصلات عامة من الميادين لنقل الجماهير. أتمنى أنه يبقى فيه تسهيلات أكتر وتبقى مستمرة. اتمنى ان الجمهور كمان يقدر يروح يقضي امسيه رمضانيه مش بس تذكره مصر، لانه خد بالك احنا يعني مصر هتلعب مع نيوزيلندا، تونس هتلعب مع كرواتيا. اتمنى انه التذاكر مبدئيا واضح ان سعرها حتى رمزي، بس المفروض يشمل بقيه المباريات علشان لا يبدو الاستاد الكبير ساعه 90,000 متفرج، استاد حتى الان هو الاعلى في الشرق الاوسط، ما يبقاش في شويه جماهير موجوده في مباريات مصر المباراتين سواء الاولى أو المباراة اللي نتمنى إن هي تكون الختامية والفاينل يوم 26 إن شاء الله. لا، تكون التيكت موحدة لكل المباريات ويكون فرص نقل الجماهير للملاعب ميسرة بشكل كويس. أستاذ إبراهيم، بيحضرني تجربة افتتاح استاد القاهرة. برضو كان وقتها بعيد وكان المواصلات ما بتوصلش، فكان بتصير أتوبيسات خاصة عشان تودي الناس. أسلوبنا في حشد الجماهير محتاج نوع من الدعم. احنا كنا بنشوفه باستمرار، فئات معينه كانت بتروح عشان تشغل حيز من المساحات الشاغره. سهره رمضانيه جميله جدا. رمضان مشهور بالدورات الرمضانيه ومشهور بان الاقبال على الدورات الرمضانيه كان كبير جدا. مش عايزين المسلسلات تاخدنا ومش عايزين اي حاجه تانية تاخدنا من ان احنا يا جماعة تعالوا نروح. هتبقى سهرة لذيذة في مكان جميل، حتى من باب انكم تشوفوا بلدكم والأماكن الجديدة والتطور اللي بيحصل فيها. هذه دعوة، يا رب كلنا نحرص على تبقى سهرة عائلية، كل واحد ياخد عيلته ويروح يسهر سهرة جميلة في العاصمة الإدارية. يا رب ان شاء الله، واتمنى فعلا يكون في حضور جماهيري مكثف في يعني كل المباريات، مش بس مباراه مصر بكره ان شاء الله، مباراه الافتتاحيه ان شاء الله. هنا طبعا نستكمل اخبارنا، ويمكن طبعا بقيه المنتخبات المشاركه في بطوله عاصمه مصر. يمكن كمان اختتم منتخب نيوزيلندا استعداداته لمواجهه نظيره المصري المقرر لها طبعا غدا، وانتهى المنتخب نيوزيلندا من المران في ظهر اليوم بمشاركه كل لاعبي القائمه. وكمان في ظل الاهتمام العالمي
الرسمي للبطولة بعد أن اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة عاصمة مصر لتكون ضمن سلسلة الفيفا في الأجندة الدولية خلال فترة من 18 حتى يوم 26 مارس الجاري. ويمكن كمان حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب إجراء حوار مع كابتن أحمد حجازي طبعا مدافع المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي طبعا تبدأ غدا. يمكن طبعا البداية والانطلاق بالنسبة للبطولة هتبقى غدا إن شاء الله وتستمر حتى يوم 26 من شهر مارس الجاري. وسيجري الفيفا حوارا مع حجازي طبعا كونه قائد وكابتن طبعا المنتخب الوطني في تلك البطولة والأكثر مشاركة في البطولات الودية. أنا بس عايز أتوقف هنا لحظة طبعا كابتن، إن اختيار أو وضع هذه الدورة ضمن الأجندة بتاعة المباريات الودية التي يعتمدها الفيفا ده معنى كده أنها بإذن الله هتتثبت ولا إيه يا إبراهيم؟ لا، هي مبدئيا الأجندة الدولية الحالية بتاعة مارس كل المنتخبات في كل الدول بتلعب ماتشات. الفيفا عمل حاجة جديدة اسمها سلسلة الفيفا، وهي إنه الفيفا سيريس أي بطولة تتلعب فيها أكتر من قارتين يعني منتخبات من قارتين بيعتبرها جزء من سلسلة الفيفا أو الدورات الودية اللي بتقام خلال الأجندات بتاعته. اعتمد بطولة في الجزائر واعتمد بطولة في السعودية، ولما بعتنا له مواصفات البطولة المصرية اعتمدها. دي بتدي ثقل خاص وبتدعم برضو فكرة أهمية البطولة دي. بالظبط، أكيد. كان طبعا كمان خلينا يعني نستكمل اخبارنا. ويمكن كمان منتخب الكرواتي وصل للقاهره النهارده العصر يعني حيث يخوض مواجهته الاولى في البطوله امام نظيره التونسي في 10 مساء طبعا من يوم السبت المقبل باستاد القاهره الدولي. ووصل منتخب كرواتيا بالكامل قائمته الاساسيه وعلى راسها طبعا النجم الكبير لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الاسباني. ويخوض المنتخب الكرواتي تدريبه الاول اليوم الخميس بالمدينه الرياضيه في العاصمه الإدارية الجديدة استعدادا لخوض منافسات بطولة عاصمة مصر. ويمكن كمان يعني هيتم فتح تدريبات المنتخب الكرواتي اليوم للتغطية الإعلامية لمدة ربع ساعة أو 15 دقيقة. كمان يعني اكتمل عقد بعثة المنتخب التونسي قبل يعني ساعات من انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي ستقام يعني بداية طبعا من بكرة زي ما قلنا، ويمكن يعني تستمر حتى يوم 26 من شهر مارس الحالي. ووصل يعني اللاعب الياس سعد يعني لمقر اقامه منتخب تونس ذلك بعد ان اكمل علاجه في المانيا، وسوف ينتظم في المران الاخير مساء اليوم. ويمكن خلينا بقى نروح طبعا من اخبار كره القدم يعني وبطوله يعني كاس. احنا مش لازم نتوقف عند لوكا مودريتش، وانا كنت لسه هرجع لان لوكا يعني فرصه، انت جاي لك احسن لاعب في كاس العالم الاسبق مش كده في روسيا؟ احسن لاعب في العالم تم اختياره، فانت جاي تتفرج على فريق تقيل. فريق تونس لا، ده احنا اخر لقاء خسرانين منه 3 مع فيتوريا. فاحنا يا جماعه صدقوني هتشوفوا دوره قويه جدا. ما هي بطولة مش سهلة طبعا، يمكن بالأخص بسبب مشاركة يعني منتخبات قوية زي نيوزيلندا وطبعا كرواتيا، يمكن يعني مليانة أو فيها العديد من النجوم زي ما حضرتك قلت شوان سعدلي. ففعلا يعني يا ريت إن شاء الله يبقى في حضور جماهيري مكثف عشان كمان يتفرجوا، يمكن مش عشان بس خاطر دعم المنتخبنا الوطني، كمان عشان يتفرجوا يعني على المباريات القوية مع المنتخبات القوية، وإن شاء الله يبقى منهم منتخبنا الوطني هو اللي هيوصل للمباراة النهائية بإذن الله. كان طبعا من اخبار كره القدم وبطوله كاس العاصمه عاصمه مصر. نروح بقى نشوف اخر اخبار يعني بعثه منتخبنا الوطني او العديد من المنتخبات الوطنيه في دوره الالعاب الافريقيه واللي ابطلنا وبطلتنا محققين فيها ارقام مميزه متصدرين ترتيب الميداليات حتى الان. يمكن النهارده يعني تمكنت ميرنا رفعت وساندرا سمير من تحقيق الفوز في المباراه النهائية على بطلتي كينيا بنتيجة 2-1، وكمان يعني لميس الحسين نجحت في ان هي النهارده تحقق ميدالية فضية بمنافسات فردي للسيدات عقب الوصول للنهائي والخسارة من بطولة كينيا او بطلة كينيا عفوا انجيلا اوتكي، يمكن طبعا بنتيجة 2-0، وفي الوقت اللي نجح فيه منتخبنا الوطني لكرة الطائرة سيدات في التأهل للنصف النهائي من دورة الألعاب الأفريقية جاء بعد
بعد ذلك طبعا يمكن او تاهلوا للمباراه النهائيه بعد ما فازوا في او يعني تاهلوا لمباراه السيمي فاينل بعد ما فازوا في الربع النهائي على منتخب نيجيريا بنتيجه 3-0. يمكن طبعا نتائج الاشواط كالاتي: كانت اول شوط طبعا انتهى لصالح منتخبنا الوطني 25-23، وثاني شوط كان 25-15، وثالث شوط كان 25-13. مقرر يعني انه يواجه الفراعنه في الدور النصف النهائي نظير منتخب كينيا، واللي تخطى كمان دوره يعني في الدور الربع النهائي منتخب جامبيا بنتيجة 3-0، كمان 3 أشواط مقابل لا شيء، بالتأكيد لصالح منتخب كينيا. طبعا خليني قبل شوان سعدلي وأستاذ إبراهيم أستكمل طبعا أخبار. يمكن شايفين ما شاء الله يمكن من أول أو من بداية البطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة طبعا في غانا، شايفين ما شاء الله يمكن طبعا كل المنتخبات الوطنية في كل الألعاب محققين أرقام كبيرة جدا حتى الآن. يعني أستاذ إبراهيم أنا شايف البطولة دي غير مسبوقة، من مرشحة أنها تكون صاحبة الرقم القياسي طبعا في عدد الميداليات أولا الكلي والذهبية بالذات، يعني نتائج تكاد تكون مبهرة جدا، بعضها ما كانش يعني فوق التوقع. لكن أنا عايز أقول أن البنات عشان طلعوا تاني مشوارهم للنهائي بقى صعب بالزبط. الحمد لله ان هم تخطوا نيجيريا، لكن وقعوا في كينيا. كينيا المنافس التقليدي هي والجزائر ثم تونس على صدارة اللعبة في افريقيا. نتمنى طبعا لو فزنا على كينيا اقدر اقول لك بنسبة كبيرة منتخب البنات ياخد الذهب برضه. يا رب ان شاء الله. الحقيقة الدورة دي قيمتها وقوتها جايه سالة من ان احنا اسندت الينا تنظيم بطوله او دوره 2027 الالعاب الافريقيه 2027. الالعاب الافريقيه دوره مصر كان ليها دور كبير جدا في نشاتها واحتضانها وقوتها. اخر مره نظمناها في بطوله الدوره الخامسه كانت في 91، فاحنا فات علينا فتره طويله قوي ما نظمناش الالعاب الافريقيه. ان احنا نرجع ناخد الدورة الحالية أو الدرع العام للدورة الحالية بالتسيد الكبير ده، ده بيقدمنا لبطولة أو لدورة 27 وإحنا في قوتنا وفي عنفواننا. لكن أعتقد المهم جدا إن هي تكون مؤشر حقيقي للتقدم اللي حاصل في الألعاب الفردية على وجه الخصوص. الكلمة دي مهمة جدا بالذات الكلمة دي بس دي بس دي بس المهمة. هقول لك ليه، هقول لك أهميتها إيه. أنا عايز حد يحلل بعد البطوله دي حجم المنافسه، هل كل المنتخبات الافريقيه دخلت بكامل قوتها ولا البعض من النجوم كانوا في يعني منافسات اخرى او احداث اخرى وما جوش. يعني انا اعلم ان في ابطال عالميين في السباحه في تونس ما سمعتش عنهم، لكن في 27 وانت محقق المنظر ده انا متاكد ان كل الفرق هتجيلك في عقر دارك بقى وهي جايه بقى. فارجو التحليل يكون مهم جدا ومؤشر حقيقي على مدى تطور الرياضة المصرية إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن طبعا خلينا نستكمل أيضا يعني النتائج واللي حققه جميع المنتخبات الوطنية في البطولة. يمكن كمان حقق المنتخب المصري للهوكي الفوز على نظيره منتخب غانا بهدف نظيف في ختام دور المجموعات من دورة الألعاب الإفريقية والمقامة طبعا حاليا بمدينة أكارا الغينية في غينيا، وتستمر حتى طبعا يوم 24 من شهر مارس الحالي. بهذه النتيجة لصدر منتخبنا الوطني منتخب مصر للرجال الهوكي دور المجموعات بعد تحقيق 3 انتصارات، حيث فاز كمان على نيجيريا بنتيجة 5-4، وكمان فاز على كينيا بنتيجة 3-2. ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني للهوكي مع نظيره منتخب غانا في دور النهائي، وهيشارك طبعا كمان أو بيشارك 4 منتخبات فقط في منافسات الهوكي، وهم مصر ونيجيريا كينيا طبعا إلى جانب يعني البلد المستضافة للبطولة غانا، وذلك بعد انسحاب جنوب إفريقيا. كان نفسي جنوب افريقيا تكون موجوده لانها يعني هي البطل وهي المنافس المباشر لينا. لكن برضو الفرق اللي غلبناها دي لا فرق عتويله يعني فنيا فرق قويه في الالعاب دي بالفعل.
لكن كمان من غانا بقى لشرم الشيخ. ويمكن طبعا يمكن حاليا يا باشمهندس عدلي واستاذ ابراهيم يمكن في برضو بطوله بتقام بطوله بارالمبيه لرفع الاثقال في شرم الشيخ وبرضو محققين فيها انجازات كبيره جدا. يمكن كمان يمكن في شرم الشيخ حيث احرز البطل البارالمبي شريفه عثمان لقب منتخب او لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال الميداليه البرونزيه في منافسات وزن ال 65 كيلو جرام خلال منافسات اليوم. والثاني من البطوله كاس العالم لرفع الاثقال البارالمبي التي استضافها شرم الشيخ خلال يعني فتره من 20 ل 25 شهر مارس الجاري وتقام تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وكمان يمكن توج عثمان يمكن بعد او من الاصابه قويه بالميداليه البرونزيه بعد رفع الثقل قدره 188 كيلو جرام وليضيف الميداليه اللي تمنى لمنتخبنا الوطني في البطوله بواقع ميداليه ذهبيه وخمسه فضيات وميداليتين برونزيتين. يمكن طبعا يمكن خليني بس او يعني اقف طبعا عند الخبر ده قبل ما نروح بقى لاخبار النادي الاهلي. يمكن الحقيقه خليني اسالها احيي شريف عثمان. شريف عثمان بطل بارالمبي، واحد من ايقونات رفع الاثقال في الحركه البارالمبيه المصريه. انا رصدهم تقريبا من دوره اتلانتا 96. شريف بدا بعد كده، يمكن متولي مطحنه، خد فتره طويله بطل، كان في كل دوره اولمبيه تقريبا ما بيرجعش باقل من 3 ميداليات ذهب. الدوره ديت بقالنا شريف عثمان بقاله 3 دورات أولمبية الحقيقة هو المتسيد عرش رفع الأثقال البارالمبي. إنه يستمر طوال هذه الدورات والنهاردة بيحقق كمان ميدالية، أعتقد ده تأكيد على إنه مستمر وإنه جاهز للدورة بتاعة باريس. كمان بحيي اللجنة البارالمبية المصرية لأن هي كرمت فاطمة عمر، إن بيعتبروها واحدة من أيقونات الحركة البارالمبية المصرية في تاريخها، صائدة كل الميداليات. عايزين نحيي أبطالنا اللي بيتحدوا كل الظروف وكل الصعوبات وبيواصلوا مسيرتهم في خلال 3-4 دورات أولمبية، وده أمر مش سهل. يعني التفوق المستدام ده مسألة مش سهلة أبدا، خاصة لذوي الإعاقات واللي بيتحدوا هذه الظروف الصعبة. وانت بتحيي أبطالنا دول الذين يستحقون التحية، في مؤشر مش عاجبني. في تراجع. احنا كنا بننافس على سيادة البطولات البارالمبية على مستوى العالم، خصوصا بطولات العالم. كان عندنا أبطال بياخدوا زي ما انت قلت ميداليات ذهبية. النتائج اللي بنحققها لحد دلوقتي ما هياش اللي احنا متعودين عليها، أقل شوية. عايزين نشوف أبطال جدد، عايزين نشوف حاجات زي اللي حصلت ونزود عليها. لكن مؤكد ان بطل من 96 ولا انت شوف بتقول من امتى بيلعب؟ بدا من 2000 لازم يتحط على الراس. وفاطمه عمر تكرم، تكرم جدا، مش عارفين نكررها تاني ازاي. ومطحنه هنجيب تاني زي غيره. عايزين نشوف ابطال يدونا نفس الفرحه. احنا كنا بنفرح بيهم جدا وكنا بنشوفهم بيحققوا البطولات بعزيمه ملهمه يعني. طبعا عايز اسال حضرتك سؤال يا باشمهندس عدلي، يمكن شايف ايه السبب اللي ممكن يكون بيخلي ابطالنا دلوقتي مش بيقدموا نفس الاداء او بيحققوا نفس النتائج اللي متعودين عليها من زمان؟ انا ليا راي. القاعده بتاعه بطوله الابطال البارالمبيين مش واسعه. اوكي. انت بتختاري عن فئات محدده عشان تلاقي بطل مش تملي يكون متاح في التوقيت ده. لكن بشيء من العزيمة ونشر اللعبة أكتر ومزيد من أن أبطالنا القدام دول ياخدوا بإيد الجداد، والاتحاد برضو مع الجهات المسؤولة يعني شايفين اهتمام الدولة بهذه الفئات عامل إزاي، لا أنا أعتقد أنه ممكن نلاقي أبطال قادمين بإذن الله. الجزئية دي مهمة جدا، جزئية الرعاية بالذات في الأندية الشعبية. وأنا عارف أن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية قدم طلب للنادي الأهلي لمحاولة إدخال النادي الأهلي في برنامج رعاية الأبطال البارالمبيين في بعض الألعاب. الأهلي عنده برنامج لرعاية ذوي الهمم ودول الإعاقات الذهنية، إنما الإعاقات الحركية اللي هي داخلة ضمن اللجنة البارالمبية أعتقد إنه لو دخلت الأندية الشعبية بجماهيريتها وبإعلامها وبنظامها طبعاً.
في رعايه هؤلاء الابطال، دي رساله مجتمعيه انسانيه راقيه جدا وهتفرق جامد. ليه؟ لانه بس استاذ ابراهيم اللجنه البارالمبيه بتتعب علشان تنقب على الولاد اللي موجودين في الاقاليم اللي عندهم ظروف تسمح لهم ان هم يخشوا في الحركه البارالمبيه. لما تدخل انديه شعبيه كبيره في حجم وقيمه النادي الاهلي وبقيه الانديه الجماهيريه، اعتقد هيبقى جاذب ليهم كويس. هيبقى جاذب، لكن انا بقول اللي هيخوف الانديه الشعبيه ان عندها حمل شديد جدا في رعايه الالعاب المختلفه. على بقى الوزاره لا أيوة. مش الوزاره بس، مطلوب حاجتين في هذا الامر. اولا الجهات المسؤوله تدعم بالامكانات، تدعم بالادوات، تدعم بالملاعب المتخصصه، تدعم بالمدربين، طبعا بالنواحي الماديه تدعم، وفي نفس الوقت ان الرعاه بتوعنا يشوفوا يبقوا شايفين اهميه مساعده الابطال دول. لانها هي في الاخر ميداليات بتتحقق باسم مصر، صح، فلا تقل اهميه عن اي ميداليه اخرى يتم تحقيقها. كان طبعا بقى خلينا نروح يعني من طبعا الاخبار المتعلقه بجميع المنتخبات الوطنيه سواء في بطوله عاصمه مصر او دوله الالعاب الافريقيه، نروح للحدث المنتظر وهي طبعا مباراه الاهلي امام سيمبا التنزاني. يمكن طبعا كلنا عارفين مدى اهميه المباراه دي بالنسبه لنادي الاهلي وجماهيره في يعني البطوله اكيد المفضله وهي دوري ابطال افريقيا. يمكن اعلن كمان نادي سيمبا التنزاني طرح التذاكر مباراه الاهلي المقرره لها يوم الجمعه 29 من شهر مارس الحالي ضمن مباريات الذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب يعني الساعة 8 يوم 29 من شهر مارس بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 إبريل المقبل في 10 مساء باستاد القاهرة. وكمان يمكن حرص عدد او يعني العديد من المشجعين بنادي سيمبا التنزاني وذلك بعض مسؤولين النادي على تحفيز الجماهير من اجل الحضور بكثافه في مباراه الفريق امام نادي الاهلي في ذهاب من دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. وكمان اجتمع يعني سماجي احمد علي المتحدث الرسمي طبعا باسم نادي سيمبا التنزاني مع عدد من قاده التشجيع وجماهير نادي سيمبا التنزاني للتأكيد على أهمية الحضور بكثافة في تلك المباراة الهامة بالنسبة لفريق نادي سيمبا التنزاني. كمان في ضوء القرار يمكن طبعا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 765 لسنة 2024 أعلنت وزارة الشباب والرياضة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي الدولي. نص القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من محافظ القاهرة بصفته رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفته والدكتور أشرف السيد العربي رئيس معهد التخطيط والاستاد والأستاذ علي السيسي مساعد وزير المالية والدكتور أسامة عبد المنعم صالح وزير الاستثمار الأسبق والدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم طبعا أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة. اسمح لي أرجع فلاش باك. أكيد طبعا مباراة سيمبا. أكيد مباراة مباراة سيمبا الصعوبة بتتصاعد. سيمبا اللي قابلناه من حوالي 8 سنين كل سنة بنشوف نسخة أقوى. سيمبا هو صاحب الشعبية الأولى في تنزانيا، والجمهور التنزاني محموم بكرة القدم، فهو من الفرق أو الجماهير المتعلقة جدا بالمنتخبات وسيمبا تحديدا. المباراة بتلقى أهمية شديدة جدا، والخبر اللي حضرتك قريتيه الاجتماعات المتتالية مع روابط المشجعين وقادة المشجعين بيقول حجم الحشد المتوقع وحجم الحماسة اللي هتكون في المدرجات. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان إحنا كمان حظنا بقى في سان داونز وضيف سيمبا دلوقتي، دايما الاثنين دول في طريقنا، فعامله نوع من الدربيات هتتحول الى نوع من الحساسيات. الحمد لله لحد دلوقتي احنا عارفين نتجاوز
العقبة بتاعت سيمبا، لكن باستمرار بصعوبة. نتمنى التوفيق هذه المرة، وبنقول لجماهيرنا على نفس القدر من الاهتمام في مباراة الذهاب اللي تنزانيا بترهلنا، يكون الاهتمام في مباراة العودة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. كان طبعا من الأخبار المحلية كمان نروح لبعض الأخبار العالمية. يمكن أعلن منتخب إنجلترا مساء اليوم الخميس يعني مغادرة بوكايو ساكا لمعسكر الأسود الثلاثة، والعودة طبعا لفريقه أرسنال. وذكر الموقع الرسمي لمنتخب إنجلترا أن ساكا طبعا غادر المعسكر بسبب الإصابة ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات، وأضاف يعني أنه عاد لناديه أرسنال لمواصلة عملية التأهيل، ولم يتم التخطيط لاختيار بديل له. ويمكن طبعا حيث يواصل منتخب انجلترا المكون من 25 لاعبا استعدادا للمباريات الدوليه والوديه المقبله مع البرازيل بلجيكا، وده طبعا هيقام يومي السبت والثلاثاء المقبلين. ومن انجلترا لفرنسا، ويمكن طبعا تاكد رحيل المدير الفني الفرنسي رينارد عن تدريب منتخب فرنسا للسيدات لكره القدم بعد نهايه اولمبياد باريس 2024 والمنتظره طبعا في اغسطس المقبل. واكد طبعا فيليب رئيس الاتحاد الفرنسي ان رينارد طبعا المدير الفني يرغب في الرحيل بعد طبعا انتهاء عقده الذي سينتهي في نهايه شهر اغسطس، مشددا على انه لا يعلم يعني هل سيبقى أو لا في تلك المدة. وشدد رئيس الاتحاد الفرنسي على أن رينارد لا يرغب في الاستكمال مشواره مع منتخب فرنسا لكرة القدم سيدات بعد نهاية الأولمبياد. وطبعا كان رينارد قد تولى تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم سيدات في عام 2023 قبل كأس العالم وعقب رحيله عن الأخضر السعودي، ولم يكن يعني طبعا يوفق أو موفق في تلك التجربة حتى الآن، حيث ودع طبعا كأس العالم مبكرا وخسر لقب الدوري أمم الأوروبية وتأهل منتخب السيدات فرنسا لأولمبياد باريس. وكمان ده مش بصفته فائزا طبعا بالبطولة، ولكن بصفته صاحب الأرض. يمكن دي طبعا في رينارد يا استاذ ابراهيم. كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا يا سالة. ميرسي جدا طبعا يا استاذ ابراهيم. حضرتك عايز تقول حاجه صح؟ لا انا شايف واحد من اهم المدربين على الساحه الافريقيه والدوليه، يمكن زي برونو ميتسو. يعني في مدربين كده حطوا نفسهم في حته، ولكن مساله انه راح يدرب فريق الانسات واضح انه ما لقاش نفسه هناك. كان طبعا بشكر حضرتك جدا شمهندس علي، وبشكرك طبعا يا استاذ ابراهيم، وبالتوفيق ان شاء الله. يعني منتخب مصر بكره، يعني يمكن انا من الناس اللي متحمسه جدا ان شاء الله، يعني هحاول اروح للعاصمه الاداريه عشان طبعا اتفرج على كل المباريات دي. بالتوفيق اليوم طبعا، وبالتوفيق طبعا لنادينا النادي الاهلي في مباراته القادمه. ميرسي جدا لك. شكرا جزيلا. شكرا للزميله سالة حامد وهذه الوجبه الاخباريه المتنوعه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل الضيفين الكبيرين، الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ نبيل عمر والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، وكلام مهم جدا في الرياضه وكرة القدم بالخصوص. طيب زي ما قال لكم الأستاذ إبراهيم، هنلتقي باثنين من القامات الإعلامية الرياضية الثقيلة، اثنين أصحاب رؤية خاصة يعني بيفكروا تقدر تاخد منهم رؤية متميزة، لكن أنا مش هقول ضيفين لأنهم أصحاب مكان. نبيل بيه عمر، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. عصام بيك شلتوت، ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس. منورنا، وانا بسعد لما بلاقي حضراتكم معانا. ربنا يخليك. احنا كمان اسعد بكثير. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين، وكل الاهلاويه في كل انحاء كوكب الارض وهم على اتساعه يعني طيبين. دايما طيب يا رب. الحلقه اللي فاتت كان مكانكم هنا الدكتور شريف صلاح. خبير التنميه البشريه. والحقيقه لفت نظرنا يا استاذ نبيل والاستاذ عصام لقضيه مهمه جدا احنا متجاهلينها او متعاميين عنها. فكره اللايف كوتش واهميه الاعداد الذهني والرعايه الدائمه للرياضي، وانه قد ايه العمليه ديت مهمه جدا سواء في تنشيط الدوافع او خلق حوافز او تخفيف الضغوط او بناء الشخصية الرياضية الصلبة القادرة على كل التحديات.
شايفين العامل المفتقد ده اهميته ايه وازاي نعمله؟ ده عنصر شديد الاهميه. ده مش في الرياضه بس، بس انا طبعا هنتكلم في الرياضه، في الحياه بشكل عام، لايف كوتش في الحياه، في اي مهنه وفي اي وظيفه ده مهم جدا، لان الانسان عباره عن مراحل وطول الوقت يكمل ويزيد من ادواته ويستكمل ادواته ومهاراته ايا كانت المهنه التي يمارس فيها. وصناعه هذا التطور بيحتاج زي ما حضرتك قلت دوافع جديده، استعداد نفسي وذهن جديد. هل طب انا لو مكسل في الحياه او بتاع، طب اعمل ده ازاي؟ محتاج حد يسهل. فالبشر بلا انا رايي بلا استثناء ايا كان محتاجين لايف كوتش. بالنسبه بقى للرياضه اكثر، وخصوصا ان التنافس فيها بقى صعب جدا وقوي جدا، وبقى على المسرح بشكل واضح. يعني الرياضيين يحتلون مسرح الحياه قدام الجمهور، وبالتالي اي خلل، اي طرق، اي حاجه تصيب هذا الرياضي، تصيب ادائه، بيبقى زاعق جدا وظاهر جدا ومؤثر جدا فيه، سواء في جماهير او في الرياضه اللي بيمارسها او في النادي الذي ينتمي اليه. وبالتالي انا محتاج طول الوقت، هو اللايف كوتش إيه؟ انا افهم نفسي، بفهم البيئه اللي انا بتحرك فيها، بفهم ازاي اتطور، اتحرك داخل البيئه دي بنجاح وبكفاءه، وحدد اولوياتي، وحدد اولوياتي، انا هعمل ده ازاي وهعمله كيف واوصل ازاي. لان في احيانا انا محتاج لايف كوتش افرض انك طموحك اكثر من امكانياتك، محتاج انا اخليك تبقى في المرتبه اللي تقدر تحقق طموحك عشان ما تنكفئش، عشان ما تقعش. ما انت لو انت حلمت اكثر مما يجب، يعني انا ما عنديش امكانيات مارادونا او بيليه او ايا كان لعيب، لكن عايز اعمل ده في الملعب وبحاول اعمله في الملعب. لازم حد يقول لي لا، انت عندك حاجه كويسه استغلها بالكيفيه دي عشان انت تبان اعلى في احسن صوره لك. خليك مع مارادونا وميسي، لو اتفرج عليهم يعني اتفرج عليهم، لكن ما تحاولش تقلده. انت في مرتبه عندك امكانيات وما انتش عارف تلاقيها لاي اسباب. طب يا ترى السبب ايه؟ ازاي تفهم نفسك؟ ازاي تفهم امكانياتك في الملعب؟ ازاي تكتشف قدراتك؟ ازاي تكتشف قدراتك؟ ازاي تتعاون مع الاخرين؟ خصوصا في الالعاب الجماعيه. تفرح ازاي وتزعل ازاي؟ وتزعل ازاي؟ وازاي كمان تبقى في اثاره احيانا وفي انانيه احيانا؟ امتى اعمل ده وامتى اعمل ده؟ داخل الملعب. فدي حاجات كتيره جدا، انا لوحدي مهما كنت انسان مش هقدر اعملها. محتاج دائما حد يساعدني، وبالتالي سواء اللي بيساعدني انا بروح له او النادي بيوفره لي. طبعا او عموما الرياضه في مصر بشكل او باخر، يعني اخرج النادي الاهلي عن الكلام اللي انا هقوله ده، الاهلي مؤسسه وعارفه نظامها وبتشتغل الى اخره، لكن الاخرين وخاصه القائمين على شؤون الرياضه المصريه وخاصه كره القدم، التفكير العلمي هم على خصومه معه لاسباب هم يعلمونها وانا ايضا اعلمها، والبيئه كمان تعلمها والظروف ده من تعملها، لان بنخش فيها انتخابات ومصالح وتربطات وحدات بغض يعني عارفين الصح من ما بنعملوش. ما بنعملوش، لان انا يهمني مين يجيب مين ومين هيساعد مين ومين هيشغل مين ومين هيزق مين ومين حدوته، ولتذهب مصلحه الكره المصريه او الرياضه المصريه الى الجحيم. فاللايف كوتش لا، ده عنصر شديد، مش مهم، شديد الأهمية في تطوير الأداء وفي التطور وفي فهم الأشياء وفي تحسين الأداء وفي الحفاظ حتى على المستوى، لأن أنت ما تقدرش تفضل على القمة طول الوقت. طب إزاي أنا بقى باللايف كوتش إزاي أخليك تفضل على القمة أكبر وقت ممكن؟ أنا هتنزل، مفيش حد بيظل محافظ على مستوى درجة أدائه 100% طول الوقت. ده عمل إنساني، يعني عمل بشري، ده إنساني، مفيش حاجة ده. فإزاي أن أنا هخليك يبقى الوقت اللي أنت فيه في مستوى ثابت مرتفع، أدائك لا يقل عن 70% أو 80% أكبر وقت ممكن، ده مهم جدا. نعمله ده إزاي بقى؟ شوف نعمله في النادي الأهلي، أنا رأيي مختلف شوية، مش عن اللي قاله أستاذ نبيل أو عن العنوان يعني، لكن أنت عامل زي اللي إيه معهوش 2000 جنيه مهر وبيحلم بشبكه الماس. يعني احنا نتحدث عن اللايف كوتش، واحنا اصلا
لا عندنا الكوتش طبعا مش بس الكوتش، ما عندناش حد لما بتظهر موهبه يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عدلي بيدفع دفعا لتحويل الفكره المؤسسيه اللي زي ما قال الاستاذ نبيل ابعد النادي الاهلي اولا، لانه بيعمل ده وكانه حتى درس خصوصي، يعني بيحاول يبث هذا الفكر من اول القطاع لما بيجيب سواء خواجات او الولاد تاخد اطقم او تعيش في حضانه النادي الاهلي بفنادق بكذا، اللي هو فكره الاكاديميه اللي بتدفع، مش ناس بتدفع واحد يا عيني في الريف التعبان ياخد اجرته، ولا ست طيبه تبيع حلقها، مفيش اكاديميات في الدنيا بيدفع فيها غير في البلد دي، ما عدا بقى الاكاديميات الغاليه، ودي ناس مش عايز ابنه يعني ينهج اي نهج غير الرياضه. لا بص يا استاذ عصام، بس عشان اوضح، الاكاديميات نوعين. اما انا جاي لحضرتك لا يعني اللي بيدفع ده عايز ابنه يلعب رياضه، ما انا بقول لحضرتك اهو، ما عدا دول ما عندوش يعني التالنت ان يبقى بطل، ما هو ده، فانت بتحقق هو ده لازم تحقق له ده، لكن فين بقى فرصه الممارسه؟ فرصه الممارسه في مكان مرخص لهم، عشان كده بقول لك نشيل النادي الاهلي لانه بيعمل ده. بس الاغلب بيفكر يا استاذ عدلي انه الاكاديميه وسيله لا للاحتراف. ده التاني التانيين دول يا باشمهندس، ما عشان كده لما النادي الاهلي عمل القطاع ده عمله ازاي باللي حضرتك بتقوله ده، اما ان يذهب الولد فورا ها وبما يسمى عداله كامله لفرق النادي، او يظل حرص الاسره والنادي انه يلعب على ان يلعب رياضه تعزله، فدول اهلا بيك، لكن اللي بيكلموا الناس دي بيكلموهم عن ابنه ده اللي هيبقى محمد صلاح، خلينا صراحه انت بتتكلم على الاكاديميات الخاصه، هم دول بقى وايه بقى وكله تجار الاحلام بقى وكله بقى ايه شركه الاحلام والفاونديشن ده اللي محطوطه اللي جايب ريال واللي جايب بارسا وهي فاونديشن كلها، بيقول له النبي ابعت لنا واحد اسباني كل سنه يعدي، الراجل يجي يقعد اسبوع يخسر ايه يعني، عادي جدا. المهم ان انت عشان نروح لللايف كوتش لابد انه يبقى فيه، واحنا داخلين على انتخابات اتحاد كوره ناس، ويمكن ابراهيم كان بيقول حاجه مهمه من كام يوم، محدش تاني يتمديله على بياض، لازم الناس تقول لنا برامج، والبرامج دي مش من ضمنها انه يقولوا لنا هنجيب الجمعيه عشان نعمل اجتماعات ونعمل لائحه، احنا عايزين كل حاجه زي كل العالم، احنا عايزين اللاعب يبقى عنده مدير اعمال مش ابن حتتهم ولا خاله ولا كذا. مهمه دي طبعا، ما هي دي اللي هتودينا لللايف كوتش، ده اللي هيودينا للدبله الالماز او الخاتم المحبس الالماز، لما نجيب الاول استعدادات العريس والعروسه، ان احنا نهيئ هذا اللاعب انه بقى وظيفته لاعب كره هو واسرته، وبالتالي يقتطع من دخله. قانون الاحتراف، انا رحت انجلترا في 2005، بيمنع اللاعب المحترف، عندهم محترف ونصف محترف ونصف محترف وهاوي، النصف المحترف يقدر يدير نفسه وامواله، المحترف ممنوع يدير امواله. مؤكد لازم بيجيب مدير اعمال، ففي ناس منهم بتبقى بالذكاء، وده اللي عمله واحد زي محمد صلاح، وشفنا النتيجه ايه. هنا بقى لما تدور على الناتج ده من اول ليفل الوحش بتاع صلاح والذين معه في يعني الاي اي اي كلاس ده، وانت جاي بقى لغايه ابو 5 مليون، هتلاقي عنده 3 4 بيشتغلوا اللي هو ابو جد، مش ابن حتته مش صاحبه، حتى النموذج بتاع ابن حتتي وصاحبي وعشيرتي بيعملوه النجوم الغوالي، بس ايه فوق البيع يعني، الاخ كريستيانو يقول للناس وهو جاي انا معاه 30 صحابي وعيلتي، لكن هو معاه 15 واحد تاني بيشتغلوا كريستيانو، ده بيصحي وده بينيم وده بيجيب التيشيرت ده بيبني الجسم وده بيوكل وده بيشرب بيشوف عضلات ودانه، معلش يعني هذا يصلح في ابو مليار ويصلح في ابو 30,000 جنيه، هذا ما اعلمه، بشرط ان يكون مرخص له، وان اللي يجي يعمل المسابقات والتعاقدات بالطريقه دي، وبالتالي نوصل بقى لمرحله اللايف كوتش. خلي بالك نتسلل لهذه المهنه، واساله دكتور شريف، ناس بقى عاملين زي كده الاعلامي دي حدوته ثانيه والله، بقى عامل كارت لايف كوتش وبيستضاف كمان وناس تستدعيه زي الاعلام والنشط السياسي والنشط عقاري، حتى ديت تسلل ينفع اكتيفيست تسلل لها ناس يا باشمهندس يا استاذ ابراهيم، فاحنا عايزين واحنا بنطرح ده من المكان المرخص له والذي يبدا هذه الرحله، وده سبب فكره تسئيل الطوب المستمر على النادي الاهلي، المؤسسيه لا يمكن حد يرضى انها تفضل قائمه، الحمد لله انها اكتملت من عقود، لانها لو لم تكتمل لكانوا كل شويه لكانوا كل شويه حفروا تحت السور. ما انتوا عاملين لنا ازمه يعني انت عمال تقول لي حاجات غريبه، وتقول لي اجيب راعي، وتقول لي ابيع ابلكيشن ايه يا عم انت، هو ده انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا واخدين الحاجات واخدين، فانت محتاج ده يبث على موجه صناع الكره
اللي هيترخص لهم ان هم يديروها. يا باشمهندس انتوا بتتكلموا عن المراهنات، من العام 2016 صورت الماكينات، واعتقد بعدها في الاهرام الرياضي اتعمل موضوع بكام شهر، وعليها المحله وكانت درجه ثانيه، مباريات للنادي الاهلي، مباريات للترسانه صورتها، وذهبت الى مسؤول اتحاد كره القدم والمهندس هاني بريده حي يرزق وحازم الهواري، كل سنه وهم طيبين. يا جماعه ما يا اما حد مضى وادى الحقوق دي لحد، يا اما الحقوق دي مسروقه بتؤخذ بالعافيه، يا اما انتوا مالكوش يد، يا اما ليكوا يد، يا اما هي كده ما تقدروش تتدخلوا، فاعلنوا حتى ان انتوا براء يا اخي. قال لك بس اصبر اصبر اصبر، من ساعتها وانا صابر. تدخلتنا في القضيه المهمه عصام بسرعه قوي. لا يعني قصدي اقول لك استاذ نبيل من ضمنها. اه استاذ نبيل، المهندس عدلي قال في الانترو ان التخوف الحقيقي دلوقتي على موضوع المراهنات بكل خطورته موجود، موجود ومؤثر. طيب انا لما الاقي في صفحات لشركات مراهنات عالميه موجوده على الانترنت حاطه اللوجو بتاع الاتحاد المصري لكره القدم، اتحاد الكره ياخد منهم عقد يا ابراهيم، خد بالك، وحاطط مع المباريات، يعني مثلا كانت في المراهنه على مباراه الاهلي والبنك الاهلي اللوجو والشعار بتاع النادي الاهلي ولوجو وشعار البنك الاهلي وكذلك كل المباريات، وتلاقي حد كتب بعد كده بوست قال ان هو خسر 134,000 جنيه في المراهنات بسبب هزيمه الاهلي من البنك الاهلي وهزيمه الزمالك من الجونه. ده معناها ان المسابقه المصريه داخله ضمن نشاط شركات المراهنات على ده اصلا بقوه موجوده وعلى وثائق ومسندات. هنا السؤال هو بس الخطوره هي موجوده خلاص، ما حدش يقول مش موجوده، لكن الخطوره وجودها مؤثر على عناصر اللعبه مليون في الميه. هتيجي تقول لي مؤثر على ايه؟ أي اعلام، اداره، تحكيم، لعيبه، مدربين. مهندس الاعتراف اولا مين الذي وافق سمح بده او لو بيسمح، ثم هنا بقى لو اقرنا انها موجوده في كل العالم، ما ده اللي بقوله لحضرتك، ما حدش تاني هيقول لنا هنعمل اجتماع ونعمل لائحه، هيعملوا زي كل العالم. اكيد في جهه، اكيد في جهه بتراقب ده لعدم التلاعب لصالح المراهنات. سهله يعني ما يبقى في الخفاء هنا التلاعب سهل. ايوه يعني هو الفكره في ايه؟ انا لما تبقى حاجه في النور معلنه ومعروفه شيء طبيعي، لها قواعد ولها قوانين بيسموها التنبؤ يسموها زي ما يسموها. لا ده هنا ايوه يسموها زي ما يسموها، لكن تبقى في النور يبقى عارفين ان ده بيتم ولا ما بيتم، ويبقى في حاجات بقى انه لا وساعتها تحمي عناصر اللعبة. ساعتها تحمي عناصر اللعبه ليه؟ طبعا لانه لما يكون في خطر حقيقي مختفي او مخفي، هو كل هدف المراهنات عشان الجمهور يبقى عارف كم ومع اللعيبه خطوره المراهنات. يا جماعه ان مكاتب المراهنات ديت هتدفع كتير قوي عشان تاثر على النتائج بشكل واضح. التاثير ده من خلال أنا عندي الوصول للاعبين او وصول لحكام. ما ده حصل في ايطاليا يا جماعه، ما حصل في ايطاليا ونزل في مصر وفرقه كبيره نزلت درجه ثانيه يا جماعه في العالم كله لعيبه وبياخد قرارات وبيلحق. السنه اللي فاتت اتحاد الكره حقق في واقعه مراهنات حصلت فيها فلوس في مباراه في الفيوم في الدرجه الثانيه تقريبا او الثالثه. عندنا أيوة. من ده كتير يا صبري بس الناس خايفه هيروحوا وضحيتها ليه؟ الناس خايفه ليه؟ انا مش فاهم. لازم احنا نواجه ده. هو طبعا يعني فكره ان يبقى عندي حاجه اتحاد الكره المسؤول عن اللعبه بدرجه مباشره لا يتحدث. طب هو بيحط، انا نفسي اساله لماذا تضع نفسك في موطن الشعب؟ طب يا نبيل بيه عشان ده كلام هنقعد نتكلم بالطريقه دي. انا خلينا في واقعه في اسبوع غريب جدا من النادر ان يتكرر. الدوري متوقف، رجع اهلي وزمالك راجعين من مباراه فيها صخب وفيها اضواء وفيها اهتمام وفيها الى ده لعب مع الجونه وده لعب مع البنك وده خسر والاثنين خسروا وبنتائج كبيره 3-2 و4-3 والمباراتين فيهم جدل وجدل كبير والجدل مستمر. الله والخطأين في المباراتين واضحين حد توقف. ما هو ما ينفعش يا جماعه ان احنا نقعد نتكلم الكلام العام حكامنا بخير ومحدش يقدر يجي ناحيتهم واصل ده خطأ مش عارف ده انت عندك فار يعني الخطأ الذي لا يمكن مراجعته كان بيعدي فات علينا لكن كل شويه يقولوا لك الحقيقه فين؟ الحقيقه فين؟ الحقيقه فين؟ انا بس عايز اتكلم عن الفار. تعمل تحقيق مره وقطع علينا رقبه. احنا نشرنا اللي قال له يا نهار اسود ما شفناهاش وما قالولناش انتوا كذابين. نشرت ده انه قال له يا نهار اسود ما
ده اللعبه فيها اهو بعيدها تاني اهو. نشرنا ده ولم يعني حتى كل مصر كل الخبراء طيب انا طالعين يحللوا يحطوا صباعهم الا انتوا اللي طيب انتوا اللي معاكم القرار. انا هعرض لحضراتكم اراء ثلاثه من خبراء التحكيم عشان نقف من خلالهم الى اي حد كان القرار غريب جدا ومؤثر. نشوف الكابتن توفيق السيد في تحليله للحق المهدر للاهلي في مباراه البنك الاهلي عشان نشوف علامه الاستفهام والريبه ديت وراها ايه. في بروتوكول الفار احنا بنتعامل بيه، في هناك احتماليه وجود ركله جزاء، حكم الفار بيجيب حكم المباراه بيقول له تعالى عندي احتماليه ركله جزاء بشوفها بقول اه دي ركله جزاء، ولكن كان قبليها تسلل في تسلل ويطلع لي على الشاشه انا كراجل مشاهد سيبك من اعلاميين ولا حكام يطلع لي على الشاشه الصوره اللي عليها الخط بالظبط برسم الخطوط بتاعتي صح ولا غلط؟ اللعبه دي تسلل واستأنف اللعب فيه. هل بقى بعد الماتش في مخلوق هينطق لو ده لا حصل؟ خالص. لا خالص لا الحقيقه هو كان لازم هي كيميا يا كابتن أنا الناس دي بتدير ازاي؟ يعني كابتن محمود البنا والكابتن حنفي كان في بص انا طبعا الحكمين كبار جدا وحنفي يعني الحكام الكبار والناس كل شويه دول كبار 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 وبلاقي اخطاء يا كابتن ساذجه. بص خلي بالك انا مع الحكم بتاعي يعني قلبا وقالبا، ولكن لو الحكم اخطا لازم يتعاقب ده ما فيش شك في كده. طب هي الكره مش جايه في ايد ايمن اشرف؟ لا في ركله جزاء انا مش مختلف معاك تمام ركله جزاء. طب سؤالي يا كابتن هي واضحه جدا لاي حد صحيح في الملعب كابتن محمود البنا ما شافهاش مثلا ممكن؟ انا يمكن بص البنا من الحكام اللي انا بحترمهم جدا جدا وحكم كبير وحكم ليه تاريخ كبير جدا. يمكن انا في احدى لقاءاتي مع البنا وانا بكلمه بقول له يا بنا ما تشرحش اللعبه اللي انت ما خدتش فيها قرار عشان ربما يكون الشرح بتاعك مخالف للواقع. لانك بتشرح اللي انت شفته ممكن تكون انت شفته مش هو الحقيقي. بالظبط صح يبقى كنت حسبتها. بالظبط هو بنا امبارح شرح ان اللعبه جت في ايد اللاعب وايده كانت داخل جسمه ده ما كانش موجود الحقيقه. فانا كان لابد يعني كابتن بنا ما حسبهاش مش عشان هي اوف سايد. لا هو ما فيش تسلل ما في انت حضرتك ولا في حد في مصر كلها كان يعرف ان في تسلل الا كابتن فاروق. لا هو امبارح طلع احد المحللين الكبار في احد القنوات جاب خطوط الحقيقه مع احترامي وتقديري ليه هو جاب خط بعد الكره ما طلعت حوالي بيردتين ثلاثه فرسم خطوط فدي بامانه يعني زي الكره دي كده اهي اللي بيتكلم عليها الكابتن توفيق الكره طالعه يردتين قدام يعني ما يصحش ده هنا كمان الخط كده مش مظبوط لان المفترض الكره تبقى في رجله لسه. احنا عملنا الفار ليه؟ احنا عملنا الفار بنحترم بروتوكول الفار فلازم نطبق بروتوكول الفار. والكابتن بنا نفسه قال ما حسبتهاش لان الكره كانت ما جتش في ايده؟ لا الكره جت لا بنا كان بيشرح لحسين الشحات ان ايه الكره جت في ايد اللاعب ولكن ايده كانت داخل جسمه ده ما كانش موجود الحقيقه. اه بالظبط كده. يعني الكره طب سؤال بقى الكابتن محمود البنا بيشرح لحسين الشحات ماشي. الكابتن بلح حنفي في الفار. مين شرح له؟ لا هي انا الحقيقه خليني ابقى متفق معاك قولا واحدا اللعبه ركله جزاء صحيحه مليون يا كابتن الفار ما حسبهاش ازاي؟ انت بتقول لي قولا واضحا وصريحا طيب. الفار بقى يا كابتن احنا شايفينها طيب هو يسأل في ذلك كابتن محمد الحنفي طب ازاي ما بيحسبوش الحاجات دي؟ ما انا برضه هتجنن مش الحنفي ده حكم برضه اللعبه الحقيقه اللعبه انا مش مفترض الحنفي حكم شاطر وحكم كويس وبتاع طبعًا فار طبعا واللعبه سهله جدا واللعبه سهله ما بتتحسبش ازاي؟ الحقيقه اللعبه سهله وسهله كمان على محمود البنا لان محمود طالما شرح يبقى شاف طالما شرحت يا محمود يبقى انت شفت فانا بالتالي ما ينفعش اشرح طالما انا ما شفتش التفاصيل الكامله بتاعت اللعبه. طب انت مقتنع ان الكره دي اوف سايد قبليها؟ لا انا ما عنديش قناعه خالص ان اللعبه فيها تسلل. انت مقتنع ان دي بنالتي ما اتحسبش؟ اه طبعا ركله جزاء صحيح. طيب انا هسيب الكلام ده كله. لما بيقولوا اخر تفسير بقى بيريرا ها وبنناقشهم قالوا له ما هو اللعب استؤنف ولما اكتشفنا انها ضربه جزاء كان اللعب تم استئنافه. بيستدعي تبقى قانون الفار. لا لحظه واحده. نفس البنك الاهلي لما اللعبه بتاعه رامي ربيعه اتلعبت وجريت الكوره اتنقلت ثلاث نقلات يعني اللعب تم استئناف وجت جون رجعوا فيها وطلعوا لنا تعبير روح البروتوكول. روح قال لك بروتوكول بيقول لك في حاجه اسمها روح البروتوكول بتقول لك ارجع للخطأ. لا ده راح لمشكله طب اللعبه استؤنف يرضى يكسب حاجه ادي نفس النادي نفس النادي على فكره اللعبه دي اثرت على توجيه بطوله الدوري
في بنفس الماتش اللي فات. فنفس اللعبه دي استقني في اللعب وما اتحسبتش، نفس اللعبه دي ما نقدرش لان استقني في اللعب. هذا عبث و مليون في المية ويستحق، لا الكرة المصرية تستحق الاحترام، الرأي العام يستحق الاحترام. قولوا لنا الموضوع ايه بالظبط، لانه لا حسبته وانتم بتتكلموا الاوفسايد صح، فهذا يشير بانكم في حاجه غلط، انتم متعمدين تقولوا هذا الكلام. لعبه لا عايزه فار ولا غير فار، مجرد اعادتها بالعين المجرده. يعني لو رحت جبته كان بيتريقوا على حكم، قالوا انت بتتفرج على الموبايل، شاف اللعبه وحسبها. في العاب يا جماعه. طيب هنشوف راي الكابتن جمال الغندور كمان علشان علامه الريبه الكبيره دي. لم يتم اداره الموقف في هذه الحاله بالشكل الصحيح. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى من غرفه الفار مع كابتن بقى المفروض المفروض اللي بيحصل الاتي. يفترض انه يحصل ايقاف، ايقاف لاستئناف اللعب لغايه لما يتم المراجعه بشكل تفصيلي، سواء من حكم الفار او حتى بطلب من الحكم اللي في الملعب، ويتم استيفاء الحاله بشكل كامل بما فيها حاجه اسمها الاي بي بي. الاي بي بي اللي هي معناها ايه؟ مراحل تطور الهجمه او مراحل بناء الهجمه. أوكي. اللي هي هل قبل الوقعه دي اللي هي هدف او ركله جزاء او احتمال ركله جزاء، هل تم خطا ولا لا؟ كل ده بيتم مراجعته في غرفه الفار وبينتظر الحكم. وبالتالي القرار اللي كان موجود في الملعب بالنسبه لي اللي انا شفته ده، انه الحكم شايف ان الكره ان يد اللاعب قريبه وبالتالي لا تحتسب ركله جزاء، وان حكم الفار ايد الحكم في هذا القرار، وبالتالي ما خدتش وقت وتم استئناف اللعب بركله مرمى. وبعد كده ابتدينا نسمع عن موضوع انه كان في تسلل او ما فيش تسلل. طب دي قريبه كابتن جمال غروب؟ انا بالنسبه لي ركله جزاء دي قريبه. انا من غير ما ابص على الشاشه انا شفت اللعبه. لا ركله جزاء احيانا يعني قبل، بس اقول موضوع الاوفسايد ده صدر زي ما في رمضان حد يروح لحد بلفه هدايا، الراجل الشناوي الراجل ولي امر حب يجامل فعايز لهم مخرج، هم حتى ما كانوش لسه قالوه وش اهو، فراح طالع في التحليل قال لك يا جماعه بس الموضوع كله انها كانت اوفسايد. كلام جميل. انا عايز اقول لك حاجه، انا اسف انا اسال انا بس عايز انا اسال، لا انا عايز اقول اللي قال انه اوفسايد وما اتحسبش ده تحايل لا يصح ان يصدر من حكم طبعا، ده يدل على التعمد ويدل ويدل على سوء نيه، سوء نيه وتعمد بشكل واضح جدا، لانه لا نتحدث عن شيء ما حصلش خطا لم يقع. وبعدين انا ما اقدرش ابرر خطا بان انا اتخيل اشياء اخترع ثم موضوع اخترع حاجه دي. لا ده هو سيء النيه، سيء النيه مليون في المية. سوء النيه ده الكابتن جهاد جريشه فسره فيما يخص التسلل بالذات في اللعبه دي، نشوف رايه. اللعبه الاهم في المباراه في الدقيقه 77 بنتكلم على ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي. الايد اللي خرجت بره الجسم زي لحظه لعب حسين الشحات للكره، لحظه اللعب حسين الشحات للكره كانت الايد موجوده في وضع طبيعي، اتحركت الايد وخدت مساحه وكبرت الجسم، اتحركت الايد بالمنظر ده كبرت الجسم وخدت مساحه، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي. طب في شك في تسلل قبل ركله الجزاء بالمنظر ده، في ممكن اللاعب مغطي من نص الملعب. طيب اللعبه دي تدار ازاي من حكم الفار وحكم الساحه؟ اللعبه دي لازم حكم الفي ار يقول للحكم الساحه انا عندي احتماليه ركله جزاء. طب لو عندك تسلل قبل اللعبه بجيب الحكم برده بقول له عندي احتماليه ركله جزاء ووري له لقطه في ركله جزاء موجوده معانا، طب تعالى نراجع في احتماليه تسلل وبرسم الخطوره على التسلل، ان كان في تسلل الناس كلها تقتنع والصوره تطلع واضحه وبقنع الناس كلها بالتسلل، وبالتالي انا ببيع قراري. ده المهم في اللقطه دي، ان لازم ابيع قراري واقول ان لو في تسلل برسم الخطوط واقول في تسلل قبل ركله الجزاء الصحيحه التي لم تحتسب. طب ما فيش تسلل بروح لركله الجزاء واحتسب ركله الجزاء، لكن بالنسبه لنا التسلل مش واضح، الخطوط ما اترسمتش، لكن اللعبه اليد مكبره الجسم خارج الجسم، وبالتالي بنتكلم على ركله الجزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي، وده خطا مؤثر على نتيجه المباراه. اجماع على ان الخطا تم تجاهله عمدا. وده بقى لما كان السؤال هو ده لما جم قالوا تألق التحكيم في دورة الألعاب الإفريقية مما يدل على إن حكامنا بخير، أنا كان تعليقي إن يا جماعة محدش طعن
على كفائتهم، إنما طعن على أحيانا لماذا لا تمارس هذه الكفاءة بالشكل. أنا أقول لها ممكن أجاوب على السؤال ده. طالما هم خارج حدود القطر المصري فهم محايدين، داخل القطر المصري يفقدوا هذا الحياد وبشكل مؤكد وقط بدليل اعترافاتهم. يعني دريك يعني ناس منهم اعتذروا فاتكلموا عن هو احنا كده يا استاذ نبيل يعني هو بره مصر يا عصام يا استاذ نبيل احنا كده بنناقش شؤون التحكيم. طبعا هل ده من حقنا ولا احنا كده متجاوزين؟ طبعا ليه متجاوزين؟ طبعا من حقنا طبعا. ليه؟ لان احنا عايزين يعني الافضل. واحنا واحنا قاصدين ان احنا مجرد نقول كلام هراء ملوش اي معنى عن احداث لم تقع. انا عايز يعني كنت اتمنى وحضراتكم معانا ان يتم تحقيق وتعلن النتيجة ويصدر الستار، حد فينا يقتنع او يقنع الاخر بانه كان خطأ، يا يطلع الرأي العام كله كان غلطان يا يطلع ثمة خطأ يبتدي يتقال بقى كان مقصود او غير مقصود. ها، لان حتى الخبراء شاوروا ازاي يعني هو بالحصافة بتاعت الكابتن جمال الغندور لما يقولك تم إدارة اللعبة دي بطريقة خاطئة يعني الإجراءات ما تمتش صحيحة، مش كده؟ أنا قلت لحضرتك يعني بقول لحضرتك أنا يعني بإذن الله متأكد ما يقولك قال له يا نهار اسود ده بيلن بعد ما قال له كونفيرم. ما اسمح لي على الكلمة دي، اسمح لي على الكلمة دي. قول انت عايز. انا عايز على عبارة بيتكلم على مسؤولية يعني على مسؤولية يعني انا حبيبي ينشر اللجنة ما تقولش انتوا كدابين. لا انا بس عايز على ينهر اسود. هو بعد الكورة ما مرت ولم تحتسب اعترف او لا اعترف لا قيمه لها. اقول ينهر اسود انها بلا ينهر اسود. لا ثواني ده انت ترجع لو بعديها في حاجه. انا هقول لك هيحصل ايه اصلا. هيحصل عايز اقول لك السنه اللي فاتت كنت بقول يسجل جول اتلغى واتحسب اللي عليه. انا عايز اشرح. سيبوا الراجل يقول وجهه نظره. انا عايز اشرح بس. انا هقول ينهر اسود بلن كما لو كان من باب تريقه نفسي بعد ان ارتكبت الجريمه. لا انا يعني ساعتها ما خدتش بالي لكن خدت بالي عايز طبعا بس ما عرفتش اصلح. يا نهار اسود ده بني ما عرفتش اصلح قراري. عملها عملهاش عشان دي، عملها عشان كده مش هتعدي. هو كان عاملها وعايزها تعدي. لا مش هتعدي ايا كان بنيات ما عدت. انما عايزين نقول احنا كان إيه ولا كان الهدف من مناقشه مثل هذه الالعاب لان خلاص احنا ما يعني المشكله انك انت ممكن يجي يقول لك ما هو الخطا غير مؤثر. انت والزمالك حصل لكم نفس الاخطاء. هو الزمالك طبعا برضو حصل له ان عنده ضرب جزاء يعني حقه يقول لو يثبت هذا الكلام. لكن الفكره مش كده. ما هو الزمالك مش هو المنافس دلوقتي، في طرف ثالث بيستفيد من تعثر الاهلي والزمالك. والطرف الثالث ده احيانا يتعرض او لا يتعرض. انا مش متابع قوي. احنا مش عايزين حد يتعرض لهذا الموقف. احنا بنتكلم النقطه دي يا استاذ نبيل يا عزيزي شلتوت ان هل ده له اي ظلال على فكره المراهنات او فكره ال ال الا يثير شيء من المخاوف؟ طبعا تبقى كارثه كده. بنتكلم على كارثه. اذا جينا للضمير اللي هو هنقول نيات سليمه وتتشكك على طول فيها. اللاعب اللي هيقلش بعد كده ما لم يرد تفسير وتوضيح. الله عليك الله عليك. ومصارحه وشيء تحت المجر لانه خطا اوضح من ان يكون فات بشكل عفوي. اذا الحل في المواجهه والصراحه والاعلان كما يحدث بمنتهى الشفافيه كما يحدث في العالم. ومش مش مسؤوليه المسؤول انه يطبطب على حد ولا يبرع حد ولا يمرر موقف. ده مش مسؤوليته. ولا يلعب بالالفاظ زي مسؤوليه الحكم. فكره ان يتقال تعليق عايشين فيه وهو مصيبه خرج بالمباراه الى بر الامان. الفكره دي معناه انه ما حكمش بالعدل بما يراه، حكم بما ينبغي ان يحدث عشان يخرج بالمباراه. والمانجمنت هذا الكلام يعني ويتقال عندنا ونسقف. مباراه خرج بها لبر الامان، مش دورك تخرج ببر الامان. نجح مش خرج نجح. طيب هو المفروض الخروج الى بر العداله مش بر الامان. بس هنطلع لفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه اداره النادي الاهلي تلقت اليوم بكل التقدير والاحترام رغبه نادي الهلال السوداني الشقيق برئاسه السيد هشام الصباط
على رأس وفد لزيارة النادي الأهلي وتقديم واجب العزاء والمواساة في فقيد النادي الأهلي الكبير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي رحمه الله. وعبرت إدارة النادي الأهلي عن تقديرها الكامل لهذه اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال الشقيق، وهذه اللفتة التي تعكس العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين. وتحددت الساعة 1 ظهر السبت المقبل إن شاء الله موعدا لاستقبال الوفد السوداني الشقيق بالنادي في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. وهكذا هي العلاقة دوما يا أستاذ نبيل وأستاذ عصام. مؤكد مع الهلال السوداني تحديدا. منغني من 100 سنة. ايوه. ما تقولش مصري ما تقولش سوداني. سوداني. لا يعني والهلال يعني كان مصنف ما تقولش اهلي ما تقولش هلال ما تقولش اهلي ما تقولش هلال. سحابه عابره يعني احنا واعتقد فرصه طيبه. الله عليك، هي سحابه عابره فعلا وعابره. لكن الزياره دي بتلغي وبتعيد الامور الى نصابها. مسارها الطبيعي والتلقائي والحقيقي. انا كنت من الدارسين في جامعه القاهره فرع الخرطوم في مباراه الديربي هناك، زمايلي السودانيين قالوا لي انت بتشجع؟ بقول لهم انا اهلاوي. قالوا لي الله الهلاليه يا شيخ لازم تروح معانا المباراه النهارده. شاء الله. فسبحان الله عادت طبيعتها. نرجع خبر جميل طبعا لازم يتقال ويلقى يعني حجمه من الاهتمام من الاحتفاء والاهتمام. نرجع بقى واحنا كنا في الفاصل، فانت بتقول لي ده تم إذاعة مكالمه بالكامل في الفار بتعليمات من الاتحاد الانجليزي، واتذاعت على صفحه الاتحاد الانجليزي يعني صفحه والموقع بتاعه في نهايات مباراه مانشستر يونايتد وليفربول في ضربه جزاء لم تحتسب لليفربول قبل ان يحرز مانشستر يونايتد نفس الهدف الاخير. وبالتالي حصل يعني حصل زيطه وصحف كتبت قبلها ازاي ده ما تحسبش. فالاتحاد بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافيه حط المكالمه كامله بتاع غرفه الفار مع الحكم كامله من اول ما وضحت ايه بقى؟ اوضحت ازاي الفار ما شافش ضربه الجزاء، لكن هو بيقول زي بينت انها مش ضربه جزاء. وبعدين هم اعتذروا بعد كده عن هذا الخطا وانه خطا غير مقصود. بان ان الخطا غير مقصود من جرده الفرع على اساس ان اللاعب اللي رفع رجله في صدر لاعب ليفربول لمس الكره. فهنا كان السؤال هل مجرد لمس الكره حتى لو كان رفع رجله اعلى مما يجب تبرر انها تيجي في الخصم او لا تيجي في الخصم؟ لان الفكره هل هو تحرك في فراغ القدم ام القدم هي التي تحركت اليه؟ يعني شوف شوف الدقه. انا عايز اوريك الدقه وتشريح الخطا. عايز اوريك الدقه. وخلصوا من الحوار ده ان كان في ضربه جزاء واعتذار بصرف النظر بقى. لا احنا عايزين فكره انك تنشر. ايوه فكره ما ضرب وخد الفار وتخلص. احنا عايزين ده وتخلص ونعرف ايه اللي بيحصل. وهو لو طلع ان في غلط يعني هم معصومين؟ لا ما بقاش ما بيغلطوا الحكام بالعكس بيغلطوا. لو يكبروا جدا اخطانا. ضمن الغضب على كلاتنبرج انه كان ذاهب، واعتقد ابراهيم فاكر للحكايه دي انه في اجتماع سيخرج للراي العام ما يضر من خلافيه، وكان بيذيع فيديو للاخطاء اللي حصلت النهارده في مباريات في بعض الدوري. الحكم لما بيحسب بيرجع للفار بيعلن في المايك اسباب قراره، يعني مش بيقول ضربه جزاء او بيلغي ضربه جزاء او بيقول هدف او بيلغي هدف وخلاص. لا ده بيتكلم في المايك للجمهور بيقول له ليه حسب اللعبه دي التعليمات. يعني اتمنى وعصام بيشير لموضوع كلاتنبرج. بقى في صوت همس جوه اللجنه انه محمد الحنفي حكم الفار واحد من اللي عندهم علاقه سيئه جدا ببيريرا. وكان الهمس اللي في اللجنه انه ليه ما بقاش فيه تعمد لاثاره الراي العام بقضيه بهذا الحجم علشان الراجل يمشي، لدرجه انه الحكام معلش الحكام نفسهم يعني لا مش مشكله. ما على الحكام نفسهم قعدوا مع الاستاذ جمال علام وقعدوا مع الوزير الدكتور اشرف صبحي حكام اللي رجعوا من كاس الامم وطالبوا ان رئيس اللجنه يمشي. وليه بتدفعوا فلوس؟ لانه بقى التدخل بالشكل ده. هل من الممكن انه علاقه بالشكل ده تفسر هذا الخطا الفادح الواضح؟ في الحقيقه انا لا اؤمن بحكم عملي لا اؤمن الى فكره الدخول في النيات. انا اتحدث عن الخطا لانه واضح
واقدر اثبته. ما لا استطيع ان اثبته يقينا لا استطيع تثبيته. ممكن البنا يعني للحظه حد يمشي قدامه ما يشوفهاش ممكن، لكن الخطا غرفه البار خطا متعمد وتتعاد قدامه بكل هذه الزوايا اللي اي حد هيشوفها في التلفزيون ده بنالتي. انا عاجبني راي استاذ نبيل باعتباره يعني استاذ نبيل الاستاذ يعني من الذين يتابعوا طبعا، لكنه يعني ليس بالفاحص الدائم يعني، لكن احنا في معلومات لانه في فريق اخر ضد الفريق اللي عايز يخلع بيريرا، وبالتالي انا بقول لحضرتك هناك معلومات تشير الحنفي ليس وحده، هناك مجموعة تريد إبعاد الراجل اللي حاطط إيده في كل حاجة ده، لأن كده مش هينفع، في حاجات ما بتعديش واقف تدخلات وفي كتيرة وفي قسمة يعني غرماء في عدد المباريات، خاصة إن الريت عالي شوية، ربنا طبعا يستحقوا أكتر بالمناسبة يعني، مشكلتهم إنهم بيفكروا إن دي عطية من حد، ده بعرقكم ومجهودكم إذا ما تحققت العدالة، فأنا بقول لحضرتك تأكد طيب. إن في معلومات. نخرج من دي، لأن إحنا مش هدفنا انتقاد التحكيم، احنا هدفنا اصلاح المنظومة، ان في قضايا محتاجة معاملة بطريقة مختلفة. لا هو اصلاح المنظومة مش مجرد ان يجي يعترف بخطأ، لا في في سمثينج في خطأ كبير، في خطأ ومتكرر عايزين نصلح المنظومة قد دي. قد يسفر الكلام ان الخطأ غير مقصود ولكنها تم تبريره بطريقة خاطئة، لكن مش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين يا جماعة كيف ننقذ الكرة المصرية من مثل هذه الامور. فقلنا ان مثلا انجلترا بتقول زيعوا المكالمه الفار، وفي نفس انجلترا يصدر قرار يمس قضيه اخرى يا استاذ ابراهيم اللي احنا عايزين نناقشها، السلامه الماليه، اربع نقاط تخصم من نوتنغهام فورست. فكر وقالوا ايه؟ لعدم التزامه بقواعد اللعب النظيف. هكذا يريدون لكرة القدم أن تمشي بشكل مستقيم وتحت ضوابط، وإحنا كلمة سلامة المالية سلامة المالية كأنها عيب. عاملة حاسس إيه؟ عيب ما تقربش منها. بيقول لك أنت مالك، ورغم إن إحنا بقالنا يمكن 10-15 سنة يقول لك إيه؟ مهلة الأخيرة للاتحاد يطبق فيها، دي من شروط ممارسة إنك تديني الرخصة. إحنا مش هنطبقها. وأقدر أقول لك ليه؟ أنا عندي أسأل سؤال بسيط وساذج، من هي الأندية التي تستطيع أن تصنع تكافؤ أو يبقى الهامش ما بين إنفاقها وبين إيراداتها قريب فلا تخسر وتستمر؟ العدد قليل جدا. لا مش قليل، لا والله ما هو قليل، لكن أنت نتيجة عدم وجود بس لحظة، لا ثواني بس هنحشر فيها طيب بس قبل ما نجري ونسيب الحتة دي، عدم تطبيق النظام بيخلي النادي يتجاوز طاقته. وليه ما يتجاوز؟ ما ده اللي انا اقصده، انا قصدي في الوضع الحالي، في الوضع الحالي في الوضع انا بتكلم عن الوضع الحالي. طب يلتزم ليه؟ انا عندي انديه، بتدفع مرتبات وبتشتري لعيبه وايراداتها لا تصل الى نصف ما تنفقه ولا عشان ما فيش ولا نظام ولا ثلث ما تنفقه. لا طب لو اتحط نظام عشان في ترخيص غلط، انا اسف بقى. ايوه عشان في ترخيص غلط. ايوه ما هؤلاء ما كان يجب ان يرخص لهم. انا مش ضد اللي انت بتقوله، انا بقول لهم ما مش عايزين، انا بشرح لهم ما مش عايزين. اللي حطوا استثمار مع الانديه الشعبيه، هو ده هيعمل ايه يا استاذ؟ اللي عندها زبون وعندها واحد يشتري التذكره، وده الافضل، ما ده خد مغص الدنيا عندنا، لانه اصلا اللي حصل في انجلترا ده مش اول مره. ما انت ما بتطبقش النظام اللي يجبر الناس. انا بقول لك ليه مش عايزين نطبق النظام، مش طب يا استاذ نبيل بس عشان الناس ما تفكرش ان هم بيتجاوزوا النظام، الترخيص خطا مش من موجود. انا عارف ده غلط بس يعني انا عندي كده لم تنطبق الشروط عليه، لا تنطبق الشروط، وده اللي حصل ده في النهايه ادى اللي هو قال عليه الاستاذ سرتوت. انا عندي الانديه الشعبيه بتتراجع وتتراجع، وعندي دلوقتي الانديه الشعبيه اللي في الدوري الممتاز عند 18 فريق، انا عندي 6 انديه شعبيه فقط. ما فيش دوري في الدنيا على كوكب الارض بالشكل ده، 6 انديه لها جماهير و12 تاني و12 تانيه ناديه مولاك كما خلقتني. بس يعني حاجه غريبه جدا استاذ حضرتك، بس بالمره هو مش ما فيش دوري في الدنيا، هو اصلا لا يحدث الترخيص بهذه الطريقه في الدنيا، مش ما فيش دوري في الدنيا احنا خالص. احنا برضو وكأن يقودنا الامر الواقع، احنا عايزين نغير الواقع، يعني احنا عمالين نقول علشان لا ما ده السلامه الماليه بقى اللي انا بتكلم عليها.
لو في تطبيق لسلامة المية خد مني وجهة نظري. طب قول لنا التطبيق يبقى ازاي في الحالة المصرية؟ لو انا ماشي. جيت من 10 سنين قبل الأندية دي ما كانت تدين حتى. تمام. كانت الدنيا ما كانتش مرتبكة كده. لأن الالتزامات ما كانتش كبيرة كده. الواقع المصري بيدفع أكتر بكتير مما يستحقه المستوى. يعني أنت بتدي اللعيبة أموال ما بياخدوهاش لو احترفوا بره. بدليل كل شمال افريقيا المدربين اللي بتجيبها اموال ما بياخدوش نصها. وعدم السلامه الماليه. اذا عدم السلامه الماليه في الدفع بس للعيبه يا باشمهندس ولا في ان عندك ايرادات ولا لا؟ ما انا هقول لك. لا هي كده انت عندك القدره انك تكتفي بالتزاماتك اللي هي ببساطه شديده. يعني لو انت جالك واحد معاه فلوس مال لا تعرفه. لا ما بيعتبرش يصرف عليه. لا ما يعتبرش التبرع. ما ينفعش في اوروبا كده. طيب ولا ما انا بقول لحضرتك. ما انا هقول لك بقى يعني القضيه يا باشمهندس مش ان انت بتدفع اكتر. افرض دلوقتي دفعت 2 جنيه بس ما عندكش انكم، ايه الفرق بين 2 جنيه و2 مليار؟ ما ينفعش برضه. ليس لديك زبون اصلا يا سيدي. ما انا انتوا ما شفتونيش اكمل عشان تناقشوني في الرؤيه اللي انا مقتنع بيها. انت علمتني الكسل. انت بتحميني وانا ماشي غلط، امشي صح ليه؟ انت ما بتجيش تقول للنادي الشعبي ها خلي بالك السنه الجايه تكير ما تجيبش اكتر من احتياجاتك ودور على مورد ثابت تعمل المورد الثابت. النهارده لو خدنا الزمالك نموذج، ما هو قدروا يتغلبوا من خلال مجلس إدارة معين في رجال أعمال. هتقولي ده ظرف استثنائي. الظرف الاستثنائي ده كان من الممكن أن يحدث لتطبيق السلامة المالية قبل ما الزمالك يتورط في كل هذه المديونية. طبعا واخد بالك. إذن في قدرة أن أنا أجيب رعاة، في قدرة أن أنا أدير أموال، في قدرة أن أنا أمشي صح. لكن أنا ما بمشيش صح ليه؟ لأنك أنت مسهل لي دي. والزمالك زي اي نادي شعبي زي الاهلي احيانا ممكن تفضل تصرف بقى وتبص تلاقي نفسك كل زي بقول لك كل برغوت على قد دم. الدخل ممكن يبقى كبير لكن مصروفاتك اكبر مهما تعظم دخلك. مهما دخلك ايه اللي هيخليك تتوازن؟ ان السلامه الماليه يعني فعلا انك انت لما تيجي تعمل صفقه يا استاذ عصام تدرسها كويس. انت عايز تطبق ده على الاتحاد يا باشمهندس هتتابع على مصر الاسماعيلي والمصري. أيوة. وجنبهم ناس تانية بتدفع في لاعب. أيوة. 30 مليون و80 مليون. طب ما هينزل يا عصام. لا يعني لولا قدره رجال زي محمد مصالح خليها نبقى سرعه ولا الراجل كامل. طيب ابو علي. طيب كلام جميل. ومجلس زي نصر ابو الحسن راجل محترم هيدور على رعاه لسقطت هذه الانديه. ايه بقى صدقني. فكره معلش يا باشمهندس اكمل زي ما حضرتك كملت. ايه فكره ان انا انبي عليهم هم يشتري في حدود المتاح وانا عندي ناس تانية ادارات شاطره بالمناسبه واضافت للاداره الكرويه لكن مالوش مكان غير انه يشارك المنصوره والجيزه وكوبري عبود. مالوش محل تاني من الاعراب. بص عصام هي اصلا الفكره ايه مختلف. الموقف المالي بتاع اي نادي قبل بدايه الموسم او قبل انخراطه في المسابقات ديت هو بيعلن الموقف المالي بتاعه، موقفه المالي كام وعوائده كام والتزاماته لما هيصرف عليها مش مسموح له يصرف اكتر من اكتر كده. من اللي كده الفرق عشان هو الهدف ايه نسبة محددة. الهدف ايه؟ ان انت ما تعرضش عناصر اللعبه لخطر الافلاس لانك عندك لعيبه الكره ده مصدر حياتهم. ففجاه هيقعدوا في البيت او مدرب هيبقى له حقوق مش هياخدها. فعشان ما تعملش خلل في المسابقه ولا لعناصرها مش مسموح لك تصرف اكتر من حجم دخلك. حجم دخلك كام؟ ممكن يبقى في الاسماعيلي زي ما عصام بيقول 10 مليون. انت بتتكلم في نادي تاني الموقف المالي المعلن الرسمي بتاعه 100 مليون. احنا مش مطلوب ان احنا نساويهم ببعض لكن مطلوب ان هو انفاقه ما يزيدش على دخله. الجدول كله بقى بس ايوه ما ده اللي انا هو اللي يقصده. ايوه ما انت بتحط نظام مش للنادي، انت بتحط نظام للعبه. لا انا بس عشان حضرتك الناس انت انا بس عايز ادي لك مثل. لما بتضرب مثل مش انت اديت مثل للاستاذ محمد مصلحي والاستاذ كامل ابو علي اللي بيتبرع ده مش بيحب النادي وبيدفع فلوس بلا مقابل. طب انا لو قننت وضعه اقول له بلا مقابل ليه؟ تعال نعمل حاجه اسمها باقه، ما تديهانيش في شكل تبرع، اديهاني في شكل رعايه. ليها حل يا عصام. وهياخد يستفيد هو بيدفع ما بياخدش حاجه. وحتى يا باشمهندس حتى لو هيدفع على سبيل التبرع ده يثبت في الموقف المالي بتاعه ويذكر ان ده تبرع بصفته كذا. ما بيعتدوش بيه ليه؟ لان ممكن تتبرع للسنه دي وتورطني في تعاقدات وتخلع مني وتمشي. لكن انت لما تكون راعي لازم موارد انت اللي صانعها. انت مواردك حقيقيه
ببساطه شديده مدخولاتك تغطي التزاماتك. ادي معادله لكل الانديه، والميزانيات لابد ان تكون معلنه. هتيجي تقارن ايراداتي منين؟ على فكره استاذ نبيل منين؟ احيانا انت تبص تلاقي حتى الانديه الشعبيه في مجالات للانفاق ممكن تترشد فيها. ده اكيد. في لعيبه بتجيلها بتقول لك طب ما اجرب. لا مش هتجرب، هتجيب بقى الاحتياجات الواقعيه. اكيد. واخد بالك؟ هنضبط الاداء، الرواتب مش هتبقى بالمنظر ده. ده هو ده انفلات يا فندم، انفلات في الرواتب. كل حاجه اوفر بادجت فوق فوق اللي عمل ده. وجود انديه بره الحسابات خالص. مش كده بس، مش انديه ايه؟ انديه ايه اللي بره الحسابات؟ هو مؤكد ان هو الحاله المصريه كلها على بعضها. تقول لي انديه الشركات تقدر تصرف برضه بشكل مطلق؟ ده لا. لا برضه ما تزال. مش عارف برضه انت بتقولها ازاي دي. قول لي انت، طيب الانديه دي غير المضاربه، غير المضاربه على اللعيبه، مهندس بيصرفوا ايه مصادر دخلها يعني؟ بيصرفوا. قول لي بقى ايه مصادر دخلها؟ انت بتتكلم على انديه الشركات. خلاص؟ انديه اللي تمتلك ادارات نابهه على فكره. يا حبيبي وشطار جدا بالمناسبه. على فكره، على فكره، على فكره، لما تقول لي في نموذج زيهم بره قال لي ايوه كتير. لا مفيش، بس مفيش. ما انت خلاص انت لغيت رايي. انت قننا. انت جاوبت، سالت وجاوبت. انا بقول لك، مش بقول لك، مش بقول لك، انا مش بجادلك، انا بحط لك نماذج تعالى نتكلم فيها. انا نادي شركه، لو حطيت لي السلامه الماليه هعمل ايه؟ هروح ملزم، ملزم اكيف وضعي، احط ميزانيه واقول مصدرها ايه. ما يبقاش كل ما عاوز افتح الخزنه واصرف. حتى الانديه بتاعه شركات هتبقى ملزمه بالسلامه الماليه، هي عندها القدره انها. وهتقول ايه ساعتها بقى انديه الشركات دي؟ انا مصلحتي وانا نادي المقاولين العرب اصرف على كره القدم، لاني عندي فروع في افريقيا والفرقه بتاعتي بتلف في افريقيا بتفتح لي مجالات شغل. اقوم اقول من كل فرع عندي انا باخد منه مبلغ. ده ايراد مبرر. انا عايز اقول ايه؟ سيب الناس تشتغل على ضوء قاعده سليمه، هتبتكر الحلول وهتضطر. بس القاعده السليمه موجوده في كل الدنيا. ازاي بقى؟ بولوديه ده لما جه يشتغل الشغلانه دي واحنا لسه صغارين، شركات النفط اللي جات له سمته مولوديه نفط كذا. مثلا واخد بال حضرتك؟ طيران شركه حل. عربيه محترمه. ما انا جاي لحضرتك اهو. هتضطر تدمج الشعب مع بقى. اشترت فريق بعد اذنك يعني. وعملت ايه؟ نادي وغيرت اليافطه واسوار، لكن اعلنت عند ناس بس خلاص. الراجل منصور بن زايد ما شاء الله المستثمر العربي الرائع، ما راحش اشترى لعيبه وعمل نادي، اشترى المان سيتي. ولا يستطيع ان يذهب بدولار او جنيه استرليني واحد خارج المنظومه اللي حضرتك بتقولها. بس هو ده اللي احنا بنناقشه هنا. النظام ونفس الشيء وطبقه وهتضطر تمشي صح. أيوة. واللي مش عايز، بص بقى استاذ عصام، واللي مش عايز يمشي صح مش هيقدر يمشي. يبقى املنا ان حد يفرض ده. لكن العيال المخرج بيفرض علينا فاصل. المخرج بيفرض علينا فاصل. هنطلع لفاصل يا عصام، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيستمر الحوار والنقاش، لان القضيه قد ايه مهمه. بعد الفاصل. كده مش هينفع، الظروف بقت صعبه قوي والفلوس قيمتها بتقل. احنا لازم ندخر ونستثمر. وماله؟ ندخل العملة. لا، الذهب. العملة. الذهب. لحظة من فضلكم، تعالوا نفض الاشتباك بمقارنة بسيطة. من حيث القيمة والتضخم، الذهب عمره ما فقد قيمته مع التضخم، بل بالعكس سعره بيزيد. من حيث التخزين، فالسبيكة الصغيرة تساوي عدد كبير من الرزم المالية. حلوة دي، هو ده الاستثمار والادخار. سام بريتشز بيتال، أمان الادخار، مستقبل الاستثمار. اهلا بحضراتكم جديد. واضح انه امراضنا الكرويه كتيره جدا، اذا كنا بداناها بغياب اللايف كوتش دخلنا كمان للمراهنات وخطورتها على الملاعب، ودخلنا عصام مباشره على مصيبه اللعب المالي غير النظيف. لكن تبقى ارواح اللاعبين ايضا هي الخطر الداهم، لانه ما حدث مع
احمد رفعت لاعب فيوتشر اللي بنقول له حمد الله على السلامه بعد ان افاق من هذه الغيبوبه اللي هددت حياته بالفعل، لكن مازال تحت الملاحظه وتحت الرعايه الطبيه، لكنه الحقيقه بعت لينا برساله شديده الوضوح والخطوره. حياه اللاعبين يا استاذ نبيل يا استاذ عصام في خطر حقيقي. حياه الانسان، اي انسان الحياه ماذا نملك، لكنه في الملاعب. انا اتحدث وفي الملعب، انا قصدي خصوصا في الملعب، لان كمان يعني المشهد انا لما شفته في التلفزيون حتى في البيت عندي حصلت بلا مبالغه حاله فزع مخيفه. واحد وقع مره وقع، لا الطريقه اللي وقع بيها انا لقيت البيت كله، لدرجه ان بنتي صوتت يا حول يعني ايه، يعني مش قادر ايه ده اللي حصل، ما حدش معاه طبعا ولا ان الدكتور قال، الدكتور قال في البدايه كان التنفس ضعيف ثم اختفى وقف، واشتكى انه اللعيبه المحيطه حوالين منه ما مكنهوش انه يعمل اي اسعافاته. وده طبعا بياخدنا يا ترى ثقافه التعامل مع الاوليه في الملاعب، ثقافه التعامل، ثقافه التعامل مع لاعب عندما يسقط في حاله من الحالات دي، هل دي موجوده ولا انا اجيب عربيه اسعاف اتقله؟ طيب انت بتقول انه ده خطر بيهدد كل انسان. اللي حصل لاحمد رفعت وحصل لمحمد عبد الوهاب الله يرحمه وحصل للعيبه كتيره، السقوط المفاجئ ده ممكن يحصل لمواطن في المترو ويحصل لشاب في الجامعه ويحصل للناس في الطريق. احنا عندنا افتقاد لثقافه التوعيه الصحيه في المعاملات الاسعافات الاولانيه دي. انت بتطرح حصلت في اوروبا، اللاعب عولج في الملعب، يعني استرد وعيه المبدئي داخل الملعب. انت بتتكلم في ماتش كان فيه واحد من الجمهور، كده بنتكلم في طريقه التعامل مع الحدث. لكن احنا استاذ ابراهيم دون الربط بين الاسماء اللي قالها دي والمنشطات، ظاهره المنشطات اصبحت خطر. بنشوف شباب صغير في الجيم طبعا بيموت طبعا بيموت، وهو حسن النيه واخد مكملات غذائيه، هم بيسموها كده، ايوه ياخد مكملات غذائيه يروح يلعب قلبه ما يستحملش المجهود يقع. انا هل في لعيبه بتعمل كده؟ ربما. هل ما فيش؟ يبقى الكشف على المنشطات خطوه من خطوات الحمايه، ده جزء اساسي. انا ما بربطهاش بالوقائع اللي حصلت، لا ملهاش علاقه، لان مش دوري ان انا احقق ايه السبب، لكن احنا عايزين نحمي، بس تلقي الضوء، نحمي لاعبينا، خاصة اما يطلع مدربين من مدة. لو تذكر الكابتن شاكر عبد الفتاح، انا الكابتن شاكر اصلا عامل معايا حوار، قال انا بلاقيت اللعيبه بتطلب شاي في ثلاث فرق راحه، شاي بين الشوطين وانا عايز اتكلم شاي، فاكتشف انه كله يعني طالب شاي. لو احدد قلت رمضان يعني وبياخدوا ترامادول، والراجل واخيرا الترامادول ادرج على الجدول على المخدرات. فاحنا عايزين جديه، لان انت الاستاذ ابراهيم كان له تعليق يعني كلمني فيه، وده اللي قلت له ما تناقش القضيه يا ابراهيم، ان في حد مسؤول طلع قال لا احنا بنكشف عن منشطات كل ماتش. بص عشان بس نحط الصوره كامله، كل نادي بيدفع قبل الموسم ما يبدا 200,000 جنيه زي فلوس الحكام، مع فلوس الحكام دي فلوس مخصصة للمنظمة المصرية للكشف عن المنشطات لإعانتها في أداء رسالتها. إذن المنظمة المصرية واخدة حقوقها المالية من هذه الأندية مقدم. المصرية طلع لما كابتن شوبير قال إن احنا غياب الكشف عن المنشطات الموسمين الأخيرين خلى اللعيبة بالعربي كده تاخد راحتها شوية، طلع رئيس المنظمه قال احنا موجودين في كل مباراه. طبعا ده مش صحيح. مش صحيح، لانه وقال ان عملنا يلزمه السريه، هو يلزمه السريه فيما يخص النتيجه، لكن الوجود كاجراء لازم أن تبقى موجود. ده الفيفا بيعلن والكاب بيعلن. لا اكسكيوز مي، ازاي يلزمه السريه لا لحين اعلان النتيجه يعني، لكنه الكاف يعلن لك مثلا في دوري الابطال، ايوه بيحطوهم كده في كل مباراه يقول لك عارف انه ممكن يختار وخضع لفلان وفلان. السريه في ان هاخد النتيجه صح، بس السريه ان انا هختار مين. ايوه انما الباقي لازم يعلن، الموقف كله واضح ان احنا متجاهلين عمليه الكشف يا عصام. لا دي مشكله كبيره بتؤدي الى، على فكره اغلب اللاعبين بياخدوا ده بمسميات، مش كلهم يعني جهابزه وفلاسفه وخريجين بريدج، ناس طيبه من مصر اللي يسموه له مكمل عبريم زي فكره المخدرات، ما هي أيوة. فانت سايبه ليه زي اللايف كوتش
ما احنا نرجع تاني المؤسسه الاهلاويه والكشف الدوري وانك تودي لاعيبتك توديهم مركز القلب وكذا حتى اللي انت لسه هتجيبه الباقي فاكك لانه لا يضع اتحاد الكره سيستم زي ما الباشمهندس يامل كده وانا كنت بقول له علشان وهو بينادي بده ان تتحط بقى ضمن قائمه الاتحاد الجديد كل ده سواء المدخول سواء الكشف ده سواء اللي حضرتك قلته عن طبيب له في الطوارئ انا اسف يعني مش طبيب بس معاه واحد شايل له الشنطه وينزل صدمات القلب مش اكسجين وبينج وليه ما يحصلش وليه ما يحصلش تدريب للعيبه وللحكام على ده وحتى للانسان العادي تثقيف الانسان انت في شغلك لو واحد وقع جنبك طبعا بدات تعمل له ايه الناس ابعد الاسعاف الاولي تعمل له ايه ازاي تدلك عضله قلب هم كانوا يبعدوا عنه لو عشان يتنفس يعني اول حاجه كان ده يبقى ايمان طبعا مهم جدا 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 كشف عن المنشطات في كل مباراه ويعملوا لنا في نهايه كل سيزون اعلان نتائج اللي حصل كشفنا على 53 لاعبا من كل الانديه في جميع المباريات وثبت ان لا يوجد لاعب مصري من هؤلاء الذين او ثبت كذا عايزين كشف حساب ما هو ده اللي هيحصل شفافيه واضح ان الشفافيه دي لو عملنا ده في كل لو عملنا ده هنضمن ان اللعيبه كلها خلاص هيحصل لها كله هيخاف على فكره استاذ واحد خاف وهيبتدي يعني يلتزم يا عصام ان موضوع كشف عن المنشطات ليس بعيدا عن المراهنات ليس بعيدا عن اللعب المالي الشبكه طبعا الشبكه واحده كلها الشبكه بتؤدي وبتدعم بعضها زي افلام انت بتتكلم عن منظومه اداره يا فندم نظام اذا احنا من هنا بننادي بامر سهل شديد الصعوبه جدا سهل جدا شديد الصعوبه ايه السهل جدا ان احنا نطبق زي العالم كله أيوة. ناخد نظام شديد الصعوبة أي نظام ناخد نظام الإنجليزي ولا ناخد نظام الأسباني وننفذه شديد نظام الأسباني وننفذه أن نملك الإرادة صعبة دي صحيح. شديد الصعوبة أن نملك الإرادة بأمانة يعني حضرتك أكتر حد ما شاء الله يعني في الرياضة المصرية عملت على الأجهزة والإدارات هو ليه اللي بيقوله الأستاذ نبيل ده صعب إن احنا ناخذ نظام ها ونعربه معرفش عارف ليه هل معقولة مثلا في نظام الانتخابات الجمعية العمومية مثلا 200 واحد سيبك من الارقام طبعا دي في اي حته في الدنيا بتاع ما يعني من درجات مختلفه مش حاجه فلما بتيجي بتختار الاتحاد المصري بتختاره من وجهه نظر ظروفها الشخصيه السواد الاعظم موجود تحت الدرجات الثانيه والثالثه عشان كده انا ياتي اتحاد كوره طيب السواد الاعظم اللي اختاره ما اختاروش عشان يعمل الكلام ده يعمل الكوره صحيح اختاروا الحاجات الثانيه يعني مالهاش علاقه بيه اذا مالهاش دعوه بالصناعه لائحة انتخابات اتحاد الكرة نفسها عايزة تعديل اللي هو مين يجي لأن الأندية اللي بتلعب في درجات معينة والمحترفة دي حاجة والأندية الأخرى لا حاجة طيب ده مش معناه ولذلك انشأت الرابطة لأنه الأمراض كتيرة والكلام كتير لكنه على أرضية هذه الأمراض المستعصية المنتخب بيبدأ بكرة إن شاء الله تعالى مسيرة جديدة مع جهاز فني وطني حسام حسن في مواجهة نيوزيلندا في دورة كاس مصر الدولية الودية شايفين هذه البداية ازاي؟ هو طبعا اكبر حاجة فيها في رأيي هو الاستاد الجديد يعني هذا استاد منشآت عظيمة كاس عاصمة مصر يعني حاجة عظيمة وهائلة ومفرحة يديك احساس كده مدينة اولمبيا بتكتمل على فكرة يديك احساس كده انك انك في حاجة خارج مصر بره الاطار ان ده ملعب عالمي موجود فيه في مكان ما من الدول المتقدمه في العالم وده في حد ذاته انه يتلعب عليه ده شيء بيسعد شيء طبيعي جدا وانساني كمان انك بتدي حسام حسن فرصته طالما اخترته انه يعمل في هدوء وتوفر له كل الامكانيات ولا ونعتبر ان هذه الدوره هي بروفه بيجرب نفسه بيشوف وبشوف هو بيفكر ازاي وعشان نبتدي لكن مش هقدر احكم عليه حكم من خلال المباراتين طيب مش هتقدر تحكم من خلال المباراتين بس ممكن نحكم كمؤشر من خلال قائمه اختياره للاعبين القائمه الاوليه عموما وهيدير الماتشين ازاي مش حكايه فنان حسام ما شاء الله عنده سي في كبيره جدا يعني لكن الفكره ازاي هيقدر يعمل تيم هيبقى عظمه ايه هل هيبقى فيه تريكات جديده ولا لا ده اللي هيبان في الماتشين
لكن الدوره في حد ذاتها حدث مهم في هذا التوقيت. طبعا وفرقه هايله طبعا. لا الفرق مش سهله، لا ده مباراه حقيقيه. كرواتيا معاها تتوقع حضور جماهير كويس؟ طبعا تتوقع حضور جماهير كويس. اتوقع ان في ناس عايزه تشوف الاستاد، يعني في شغفين، شغف بالاستاد، بس طبعا رمضان والصيام. ارجو ان يكون الناس هتتحرس قبل نقل الجمهور. ارجو ان يكون في محادثات يعني في جانب اللي بيسموه الاتصال السياسي في الوزارات، انه مراكز الشباب وكذا تجد عنايه بموضوع اتوبيسات. محتاج اتوبيسات اللي اتوبيسات موجوده العصر. وقالوا العاصمه هتنقل منين وحاجه كده. طبعا ما انا بقول لحضرتك تنشط الاستاد تنشط. لا لكن هو المشكله ان المسافه من كل المحافظات القريبه ابراهيم، انا اتصور ان يعني الوزير يعني الدكتور عشان مركز الشباب في المحافظات عامله رحلات عليها بقاله يومين ثلاثه. ده مهم. انا اعتقد ان ده انا اتصور ان وزاره الشباب عامله ده لان في احتفاليه كمان بالاستاد. يعني انا كنت افضل ان يكون الاستاد، بس هو المباراه الاولى مباراه دوليه ومهمه كبيره او مع فرقه وديه، عشان كده او وديه وسموه افتتاح تجريبي مع فرقه ضخمه. يعني بلعب البرازيل، بلعب المانيا، بلعب انجلترا. على فكره وانت بتلعب مع كرواتيا، لا انا بتكلم انت ممكن ما تلعبش. انا بتكلم على فيرست جري موجوده. انا بتكلم فيرست جري. بص يا جماعه، والله ان لم نتفائل ونعمل وكأننا سنفعل ما لن نفعل. طبعا ده شيء طبيعي، ده مجزء أساسي نفسيا. عشان كده كنا سعداء النهاردة بمحاولة التشخيص لأمراض الكرة المصرية الكتيرة والكبيرة. أستاذ زبيل عمر شكرا جزيلا ليك. ميرسي يا حبيبي. أستاذ عصام شلتوت كل سنة وأنت طيب. ربنا يخليك يا أستاذ عصام. وأنت طيب وطبعا سعدت بيكم، وعارف إن أنا بكلم مين حبيبنا. وعارف إن دايما بنلتمس معاه فكر بجد دؤوب في المتابعة، رغم طبعا إن هو فيلسوفنا الحقيقة، لكن لا يكل ولا يمل عن المتابعة ما شاء الله. أنا ما بيأس الحقيقة. هو ده المهندس عادل. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة. بس أتمنى الانتخابات اللي جاية إبراهيم ما تبقاش لا قوائم إني نورمال بيرسون يخش انتخابات اتحاد الكورة. عصام بيأمل وكلنا بنأمل يعني. وأعتقد الأمل ممكن يبقى بعيد. شكرا جزيلا لحضراتكم ورمضان كريم.